خير لكم مشاهدينا، صبح جديد ونهار جديد عم نطل فيه عليكم مباشره عبر تلفزيون لبنان مع برنامج احلى صباح، البرنامج يلي بطياته بيحمل كل المواضيع الثقافيه التربويه الاجتماعيه يلي عم تكون موجوده على الساحه، وعم نجرب نعالجها نحن وياكم حتى نضوي على كل النقاط يلي بتهمكم ونعطيكم المعلومات اللازمه. بصبحيه مباركه وصبحيه مجيده بتمنى للكل يكون نهاركم عم يبتدي ببسمه، لانه البسمه هي الوحيده اللي قادره تشفي وتبلسم كل الجراح. قد ما تكون الامور بالحياه صعبه، قد ما تكونوا عم تمرقوا بمشاكل، دائما ببسمه صغيره قادرين تمحوا كل شيء عم يمرق سلبي بحياتكم، تتحلوا بالايجابيه، تحلوا بالروح الايجابيه ايضا وبالحياه يلي مليانه بالتفاؤل، هيك بنفس الوقت بتقدروا تكفوا لمشوار ممكن تكونوا انتم عم تبنوا على اساسه حياه افضل. مشاهدينا بنهار جديد، اكيد مواضيع عديده ناطرتكم، البدايه رح تكون مثل العاده مع غرفه التحكم المروري وقليلة بكيت لنتعرف اكثر على حركه السير على الطرقات بلبنان. من بعدها منتابع مع الكوتش ثائر حسكور والفقره الرياضيه يلي صرتوا تنطروها معه حتى تتعلموا تمارين اضافيه للحفاظ على رشيقه. ولليوم ايضا بنضم لنا عبر اتصال مباشر من مصلحه الارصاد الجويه محمد كنج لنتعرف اكثر على حاله الطقس، وما ننسى الفقره الثابته مع زميل داني حرب بورد سيجمنت يلي بيطلع لنا من خلالها على اخبار متفرقه من العالم. اولى فقراتنا الحواريه اليوم راح تكون مع ديما طفيلي وحمله بلديات على المكشوف. من بعدها منتابع مع سهى زعيتر المديره التنفيذيه بمؤسسه بنك الغذاء اللبناني الخيريه حتى نحكي عن حمله اطلقوها الاف بي ليبانيز فود بانك تحديدا لمساعده العائلات المحتاجه. وايضا لليوم بينضم لنا عبد الله جطل معالج نفسي ومدرب مسرحي بفرقه لبن. ومن ضيوفنا اليوم ايضا منال ملاعب المسؤوله الاعلاميه بتلحيم جروب دريفتنج تيم، وايضا رح نتعرف اكثر على هيدي النشاطات اللي عم بتصير على الساحه لعام 2019. لليوم ايضا بيكون معنا يونس كوجوك فنان تشكيلي بمناسبه مرور 500 سنه على رحيل الاسطوره ليوناردو دافنشي، رح نتعرف اكثر على اعماله. والختام رح يكون مع راؤول سعيد او سعيد المدير التربوي لمجمع الارز التربوي تنحكي عن نشاط الرالي التربوي. بالبداية رح نتعرف نحن وياكم مثل ما ذكرت على حركة السير على الطرقات اللبنانية مع إلي لبكي. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية. مرسي. طمنا اليوم كيف هي الحركة على الطرقات بلبنان؟ بلش من المدخل الشمالي، عم تكون عندنا حركة مرور ناشطة من نهر الكلب، بتصير كثيفة من الضي، فينا نحدد تقريبا من ضي الليمون، بتكمل باتجاه النقاش أنتلياس وصولا إلى جل الديب، عم تكون حركة مرور كثيفة، بترجع ترتاح من جل الديب باتجاه زل عم فيها حركة مرور ناشطة وبتكمل ناشطة باتجاه نهر المول. عم بكون عنا حركة مرور كثيفة من جسر أنتلياس داخلة باتجاه الأوتوستراد. أما بالنسبة للطريق البحرية عم تشهد عنا حركة مرور كمان كثيفة من أنتلياس باتجاه بيروت. عم بكون عنا المكمل من نهر المول باتجاه جسر الدورة، عم بكون كمان حركة مرور ناشطة تصير كثيفة على الكارانتينا، تترجع ترتاح باتجاه شارل الحلو وصولا الى الوسط التجاري، عم تكون حركة مرور ناشطة. عم يكون عندنا حركة مرور كثيفة على بولفار سنالفيل، بتكمل كثيفة باتجاه الصالومة، من الصالومة باتجاه الحيك وصولا الى جسر الواطع، عم تصير حركة مرور ناشطة باتجاه جسر الواطع. عم بكون عنا على المدخل الجنوبي حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية، بتكمل باتجاه جسر الكولا، من جسر الكولا باتجاه النفق عم تصير حركة مرور ناشطة، بتكمل ناشطة باتجاه الوسط التجاري. عم بكون عنا على المدخل الشرقي حركة مرور ناشطة من اليرزة، بتكمل ناشطة باتجاه السياد، المكمل من السياد باتجاه الكارانتينا عم تكون حركة مرور ناشطة. اما المكمل من السياد باتجاه جسر العدلية عم تكون حركة مرور كثيفة، من جسر العدلية باتجاه الأشرفية عم بكون عندنا حركة مرور ناشطة من العدلية باتجاه المتحف، اما من المكمل من المتحف باتجاه البربير عم تكون حركة مرور كثيفة باتجاه كورنيش المزرعة. عم بكون عندنا حركة مرور ناشطة من تقاطع برج المور باتجاه شارع الحمراء، وعم بكون عندنا حركة مرور ناشطة من عين المريسة باتجاه الحمراء كمان. اما بالنسبة للمكمل باتجاه حمام العسكري وصولا الى الروشة عم تكون حركة مرور طبيعية. اما حوادث السير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 14 حادث،
للأسف قتيل 15 جريح، مخالفات السرعة 982 مخالفة. الاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر @MC لبنان، فيسبوك قرص تحكم مروري. وهذا كل شيء. شكرا لكم اللي لبكي دائما، نحن منتعبكم معنا بغرفة التحكم المروري تتفيدونا بالمعلومات الدقيقة. صار الوقت نمارس بعض النشاط والحيوية والتمارين الرياضية الصباحية مع الكوتش ثائر حسكور. صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا لمتابعه برنامج احلى صباح. ضمن لقاءاتنا الحواريه اليوم رح نتطرق لموضوع حمله بلديات على المكشوف. اليوم البلديه هي اداره محليه بتمارس الصلاحيات اللي بيتم اعطائها لها من القانون ضمن اطار اراضيها، وطبعا اليوم تتقدر البلديات تشتغل بطريقه مضبوطه لازم تكون عم تشتغل بشفافيه، ومن هون انطلقت حملة بلديات على المكشوف. بصرنا نستقبل معنا اليوم ديما طفيلة ونسقة البرامج بجمعية نحن، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. عارفينا شوي عن جمعية نحن بالبداية اللي أطلقت هيدا الحملة واللي عم تشتغل عليها، وبعدين نرجع أكيد نفوت بتفاصيل الموضوع. جمعية نحن هي جمعية شبابية بتهتم بثلاث قضايا أساسية: المساحات الخضراء والأملاك العامة والحفاظ عليهم والحفاظ على التراث اللبناني والحرفيين. نعم. وبتهتم بالشفافية بالعمل البلدي تحديدا اللي هو الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم. شو هي حملة بلديات على المكشوف؟ يعني من وين انطلقت الفكرة؟ امتى بلشت؟ وكيف عم بيكون مسارها؟ حملة بلديات على المكشوف بلشت عام 2016، كان الهدف منها انه يكون في شفافية بالعمل البلدي. شفافية بالعمل البلدي يعني المواطن يقدر يوصل للقرار اللي نشرته الوزارة والموازنات السنوية من دون ما هو يطلب، يعني يكون عم بلاقيهم على مواقع، على صفحات التواصل الاجتماعي او على الموقع الالكتروني، يقدر يعرف هذا المواطن هو الضرائب اللي عم يدفع للبلدية وين عم بتروح. يعني نحن بندفع كثير ضرائب للبلدية من كل شيء، من فاتورة تليفوننا، من سكننا، حتى البنزين عم بيروح فيه منه ضرائب للبلدية. فنحن من حقنا كمواطنين نعرف البلدية وين عم تصرف أموالنا. من هون انطلقت فكرة حملة بلديات على المكشوف لحتى الرأي العام يكون في عنده توعية بحقوقه بواجباته تجاه بلديته. وين مطلوب من هالبلديات انهم ينشروا يعني خلينا نقول كيف تم صرف الاموال وغيرها؟ يعني شو المطلوب اليوم من البلديات انهم يعملوا تيحققوا هالمطالب او هالاهداف اللي انتم عم تحكوا عنها؟ المطلوب من البلديه هو الشفافيه. هلا كيف بنقدر نوصل للشفافيه نحن بالعمل البلدي؟ انه كل بلديه عندها موقع الكتروني من بعد كل جلسه، من بعد كل محضر تكون عم تنشر القرار اللي هي اخذته وفقا، يعني تكون عم تنشر هيدا القرارات بالاضافه لموازنتها السنويه، بالاضافه لقطع الحساب. هيدا القرارات اللي هي بدها تكون عم تنشرها بدها يكون عم ينعرف مثلا ليه هالقد عم يندفع مصاري لهيدا البروجي. يعني مش من فتره طويله احد البلديات دفع 453 مليون ليره لتحسين نسل الجواد العربي بلبنان. طيب انا كمواطنه اذا بقرا هيدا القرار وغيري من المواطنين اللي هن ساكنين بهيدي المنطقه اكيد ما رح يقبلوا انه هالقد مصاري تندفع بالوقت اللي موازنة جامعة لبنانية انخفضت ل 40 مليون دولار بس، وبنفس الوقت عم تروح هالقد مصاري لأشياء أنا كمواطن ما بتهمني وما بتعطيني تنمية. تفضلي اذا عندك اي شيء تضيفي على الموضوع. فمن هون انا لازم كل قرار بتاخذه البلديه خلال 15 يوم تكون عم تنشر البلديه، وفقا كمان لقانون حق الوصول للمعلومات انا بحق اللي اطلب من البلديه حيلا قرار، وهي من واجبها انه تكون عم تعطيني هذا القرار يا صوتي يا مكتوب يا مصور. في عندنا فيديو رح نشوفه سوا انا وياك والمشاهدين وبنرجع بنتابع حديثنا. سمير مثل كذا مواطن لبناني ما عم يفهم اذا نص مصرياته عم بتروح ضرايب شو عم يطلع له بالمقابل؟ شي مثل السحر. لا يا سمير، سمير بحق لك تعرف. ايه استنادا على قانون حق الوصول للمعلومات فيك تاخد نسخة عن كل المعلومات والقرارات يلي بدك اياها، ان كانت خطية او مصورة او صوتية. كيف؟ بتقدم طلب خطي وما تنسى تاخد وصل الاستلام، واذا رفضت البلدية تستلم الطلب قدم البريد المضمون، وخلال 15 يوم لازم تستلم الطلب يلي ماكسيموم لازم يكلفك 1000 ليرة. وإذا ما استلمته شو بتعمل؟ بتقدم شكوى عند القائم مقام أو المحافظ أو وزير الداخلية أو القضاء. هيدي مصريتنا وبدنا نعرف كيف عم تنصرف.
كثير حلو، يعني بظن انه هذا حقنا وموجود بالقانون، حق الوصول للمعلومات. قد ايه الناس بتعرف بهذا؟ يعني عملتوا شيء ستاتستكس؟ عملتوا لما بلشتوا بهيدي الحمله درستوا على الارض قديش نسب الناس اللي بتعرف بحقوقها؟ عملنا دراسات وكثير قليل النسبه اللي بتعرف انه هيدا حقوقها، يعني وحتى الناس ما بتوثق ببلديتها. يعني سالنا شريحه كبيره من العالم انه هل انتم بتوثقوا؟ قالوا لنا لا، ما نحن ما بنعرف البلديه شو عم تعمل، كيف بدنا نوثق فيها؟ وحتى في كثير عالم ما بتعرف انه هي بحق لها تطلب هيدي القرارات، لهيك نحن هلا عم نعمل حمله التوعيه هيدي، مش كرمال نحن نحاسب او نسائل، لا كرمال المواطن يعرف حقه شو هو، وهو يسائل بلديته، لان نحن ما بنقدر نوصل لكل البلديات. فلما المواطنين بقلب منطقتهم يعرفوا شو حقوقهم وشو واجباتهم، هن رح يكونوا عم بيسائلوا. بنفس الوقت الشفافيه هي مهمه للطرفين، للبلديه وللمواطن، لانه المواطن رح يصير في عنده ثقه ببلديته، ورح يصير يقدر يسائل بلديته وين عم بتروح مصرياته، فهيك بصير في عندنا نحن تنميه كمان، بصير في عندنا ثقه بين المواطن. كمان المواطن اذا بمطرح من المطارح بلديته بده خبرات معينة، بدها كفاءة، كمان هو بيكون عم بيشارك بالعمل البلدي، وخاصة انه البلدية عندها كتير صلاحيات. يعني مثل من الاشياء اللي البلديه لازم تامنها هي مباني سكن للمواطنين، العالم ما بتعرف. يعني هي اكثر المشاكل اللي بتواجه الشباب انه يامنوا مسكن لهم لحتى يتجوزوا ويكفوا حياتهم، هيدا من صلاحيات البلديه انه تامن لنا مباني سكنيه، انه تامن لنا منتزهات، انه تامن لنا شوارع نظيفه، اضاءه، كل هيدا نحن اللي بنطلب من الدوله تامنهم، هيدا حق البلديه ولازم المواطن يعرف. اكيد هلا بالنهايه العمل مرتبط ببعض والبلديات تابعه للدوله، يعني بالنهايه الدوله يعني بالمنطقه المحدده البلديه هي اللي بتقوم بهالاعمال كلها، ويجب المواطنين انه يكونوا عندهم وعي كامل على هذا الموضوع. لليوم من وقت انطلاق الحمله بال 2016 مثل ما ذكرت بالبدايه، قد ايه صار في تجاوب من قبل المواطنين وقد ايه صار في تجاوب من قبل البلديات بالمقابل؟ نحن اول ما بلشنا الحمله كان الهدف الاساسي انه ينشر تعميم لكل البلديات انه ينطلب منها تنشر، ونحن قدرنا نوصل لاول انجاز عملناه بعام 2017 لما نشرت وزارة الداخلية تعميم على كل البلديات، طلبت منهم أنه يكونوا عم ينشروا قراراتهم، موازنتهم السنوية، قطع حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا من بعد الحملة اللي صارت في بلديات تجاوبت معنا، مثل بلدية زحلة بلشت تنشر كل قرارات على الموقع الإلكتروني، مثل بلدية برجة، وكثير من البلديات تجاوبوا معنا، بس الأغلبية لحد هلا ما عم يتجاوبوا معنا وما عم ينشروا. فنحن عنا الهدف الثاني اللي بدنا نوصل له أنه البلديات كلها تكون عم تنشر قراراتها، وبنفس الوقت ننشر هيدي التوعية عند المواطنين لحتى يكونوا عم بيسألوا وعم يضغطوا على بلديتهم انه تكون عم تنشر قراراتها. بظن انه الضغط ببلش من قبل المواطنين اللي اليوم أكيد. اذا بلديتهم ما عم تنشر القرارات عبر الويب سايت الالكتروني الرسمي، يبعثوا بريد يطلبوا فيه. شو بيقدروا يكتبوا بقلب هيدا البريد ليكونوا بشكل رسميين اليوم اللي عم يسمعونا وحابين انهم يبعثوا هيدا البريد؟ شو المفروض يكتب؟ كمواطنة اذا بدك قرار من البلدية بتروحي على البلدية بالقلم بتطلبي هذا القرار، وبتحطي لازم يكون قرار خطي لانه بتقدر البلديه تقول لك انت ما طلبت مني، ولازم كمان لما تقدمي هيدا الورقه لازم تطلبي ايصال يعطوك اياه انه بهيدا الرقم وبهيدا التاريخ. هلا من بعد ما انت تقدمي وتاخذي الايصال لازم تنطي 15 يوم، بعد ال 15 يوم لازم انت عم يوصلك هيدا الرد من البلديه. هلا بحال البلديه ما عطتك ورفضت، انت بحق لك تقدمي شكوى عند القائم مقام او عند المحافظ او حتى عند وزاره الداخليه. وكمان بحال ما قدرت توصلي لحل مع المحافظ او وزاره الداخليه، بتقدري تقدمي انت شكوى بمجلس شورى الدوله لحتى انت تكوني عم تقدري تحصلي على حقوقك وفقا لقانون حق الوصول للمعلومات. مثل ما شفنا باول فيديو، رح نحضر الفيديو الثاني وبنرجع نتابع حديثنا ديما. شو شغله البلديه؟ شغله البلديه تامين مساكن شعبيه لذوي الدخل المحدود، وانشاء طرقات واضاءتها، انشاء حدائق ومنتزهات عامه، أسواق شعبية، ساحات عامة، وتأمين شاطئ عام آمن ونظيف، إنشاء مستشفيات، مدارس، معامل لمعالجة النفايات والصرف الصحي، ملاعب رياضية، متاحف، مكتبات، وإنشاء وسائل نقل متنوعة. بس لتقدر تعمل البلدية هالإشياء تاخد من الناس ضرائب، لأنه هيدي مصرياتنا، القانون أعطانا حق إنه نعرف كيف عم تنصرف. المادة 55 من قانون البلديات بتقول: تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية،
المادة 45 بتقول لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطائه على نفقته نسخة عن قرارات المجلس البلدي. وبما أن الموازنة وقطع الحساب تقر بموجب قرار مجلس بلدي، إذن من حق المواطن يطلع عليها ويأخذ نسخة عنها. شاركوا معنا بحملة بلديات على المكشوف اللي بتهدف لنشر قرارات المجالس البلدية على المواقع الإلكترونية الخاصة فيها. هلا ولعت الثوره فيي كيف المشاهدين اللي عم يحضرونا يعني شفنا قديش في اشياء مفروض البلديات تكون صحيح. عم تعملها، كمان الناس يمكن ما كتير بتعرف هذا الموضوع. شو هي ابرز الصعوبات اللي واجهتكم من وقت انطلاق الحمله لليوم؟ هلا من ابرز المشاكل اللي ممكن نواجهها، او ما رح اقول مشاكل لانه صعوبات، ونحن يعني في عنا هدف وبدنا نشتغل تنوصل له، سواء وصلنا له هلا او بعدين نحن بدنا نوصل لهذا الهدف. بس من الصعوبات انه نحن ببلد في كتير محسوبيات وفي كتير طائفيه، وفي حتى كمان هيدي اللامركزيه اللي موزعه انه بكل مطرح في بلديه، كمان هيدي صعوبات نحن بنواجهها انه نحن ما عم نقدر نوصل لانه البلديه تكون عم تنشر قراراتها او موازناتها، لان هي بنفس الوقت ما بدها العالم تطلع وتعرف هي شو عم تنشر، او هي عفوا مش عم تنشر، هي شو عم تعمل. فلهيك البلديات اللي بتقول انه انا ما عندي قدره انه اعمل موقع الكتروني خاص، جمعيه نحن عملت موقع الكتروني خاص بالبلديات، هو www.muts.lb، لحتى البلديه بتعمل يوزر نيم وبتنشر قراراتها اللي بدها اياها بدون ما تتكلف وتعمل ويب سايت اذا هي ما عندها هيدي القدره. بس المهم الناس تكون عم تطلع والناس عم تعرف والناس عم بتسائل بلديتها وعم بتحاسب البلديه انه وين عم بيروحوا ضرايبنا. إذا الناس اللي عم تسمعنا اليوم حابين يرجعوا يحضروا الفيديو وسياخدوا منهم كل الانفورميشنز اللي موجودين، شو هن مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيقدروا يفوتوا عليهم وهن تابعين لجمعيتنا؟ فيهم يشوفوا كل شيء خاصه بجمعيتنا نحن على ويب سايت www.nahnu.org، وفيهم يشوفوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام نحن، يعني اليوزر نيم نحن. فينا نعتبر انه من 2016 لليوم انتم مستمرين بهيدي الحمله وما رح توقفوها الا انكم توصلوا لكل اللي بتسمحوا له. اكيد نحن بهمنا انه التوعيه تنشر عند كل المواطنين لحتى هن يروحوا ويسالوا، يعني نحن لما نوصل انه المواطن عم يطالب بحقوقه وعم بيسال بلديته نحن بنعتبر انه وصلنا للهدف اللي بدنا اياه. بيرفكت، شكرا لك ديما طفيلي منسقة البرامج بجمعيه نحن، ويعطيكم الف عافيه وان شاء الله الرساله تكون وصلت لاكبر عدد من الناس. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليلة مع بريك علينا وبنرجع منتبع أحلى الصباح، خليكم معنا متابعينا بصبحيتنا نحن وياكم مشاهدينا مباشرة عبر تلفزيون لبنان، وما تنسوا تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. أي طبعا كل الصفحات رح تمرق بأسفل الشاشة. متابعين وهلأ رح تكون ضيفتي سهى زعيتر المديرة التنفيذية بمؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية، تحت نحكي عن حملة انطلقت تقريبا من منتصف شهر أيار، حملة أونلاين لمساعدة العائلات المحتاجة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خبريني شوي عن بنك الغذاء اللبناني، لمحة عن تأسيسه، أمتين تأسس وشو أبرز أهدافه؟ أوكي، بنك الغذاء اللبناني هو إجت الفكرة على لبنان ب 2011 وبلشنا تطبيق على الأرض بعام 2012، وهدفنا الأساسي هو الحد من هدر النعمة بعدة وسائل، اللي هو المحافظة على الأكل اللي عم يبقى من الإيفنتس، من الأعراس، من الكيترينج، توضيبه بشكل كتير مرتب مع الحفاظ على السلامة الغذائية وتوزيعه على ناس بحاجة، بالإضافة للحصص الغذائية اللي بنجرب نوزعها خلال كل السنة مش بس على أعياد حتى العالم تستفيد بقدر المستطاع، وبلس البروجرام التربوي اللي عم نشتغل عليه اللي هو عم يروح على عدة مدارس جامعات حتى نوعي قدي عم يكون في هدر بالأكل، قدي في نسبة فقر بلبنان، حتى يقدر هيدا التلميذ من هو صغير ينمى معه حس المشاركة وحس التطوع ليقدر يساعد بقدر ممكن. يعني لما بنجمع الغذاء أو فضلات الغذاء يلي بقيت من بعد السهرات أو الحفلات أو بإحدى المطاعم، قدي عم بتم التأكد من سلامة الغذاء يلي بده يرجع يتم توضيبه وتوزيعه للعائلات؟ مزبوط، نحن فريق العمل اللي عم بيكون موجود ليودب الأكل عم بيكون خاضع للتدريب للسلامة الغذائية، فبيعرف شو لازم يتاخد، شو ما لازم يتاخد، شو كيف لازم يتوضى بالأكل، وبيكون أكيد مضين بروتوكول كمان مع المتبرع حتى نحفظ
نحفظ له كل حقوقه، ونحن كمان نعرف انه النوعيه كمان عم بتكون جيده جدا. بلس بينتقلوا هدول هذا الاكل ل بسيارات مبرده طبعا، لجنائيات، سيارات خاصه مبرده اكيد طبعا ومجهزه حتى ما تتغير الحراره، نكون محافظين على كل يعني ما يصير في شيء لا سمح الله ينزع الاكل، يعني نحن رايحين ننقذ هذا الاكل مش نرجع ننزعه ونكبه، فمننقله بسيارات مبرده ل يوصل للمستفيد عبر الجمعيات اللي نحن بنتعامل معها. صار عددها 75 على كافه المناطق اللبنانيه. اكيد كمان الجمعيه بدورها لازم يكون عندها براد، لازم يكون عندها موتور، لازم يكون عندها يعني كل التسهيلات لتقدر كمان هي بدورها تقدر تصرف هيدا الاكل اللي نحن عم نوديله. يعني انتم بتوصلوا الاكل الموضب للجمعيات؟ مزبوط. مش للعائلات الشخصيه او على بيوتها شخصيه؟ مزبوط، مع الجمعيات، لانه جينا لقينا انه في 12000 جمعيه بلبنان، فهذا العدد الهائل مش رح نرجع نحن كمان نفتح جمعيه اوريدي. الجمعيات الموجوده على سوري الجمعيات الموجوده على الارض عندها الداتا اللي مين العيال اللي بحاجه، شو بيساعد، شو بدهم مساعده، بدهم دواء، بدهم اكل، بدهم اجار بيت، بدهم شو ما كان بدهم. فنحن تنوفر وقت ومجهود قررنا نشتغل مع الجمعيات دايركتلي طالما هي موجوده عندها الداتا. فمن هيدي الداتا نحن عم نستفيد من خبره هالجمعيه ونشاركهم، يعني مثل ما نحن عم نستفيد منهم هم عم يستفيدوا منا بخصوص الاكل والمساعدات الغذائيه. طبعا في احصاءات انتم فيها حتى تتاكدوا من نسب العائلات اللي هي محتاجه أكيد. بالبلد أكيد. هل هي على تزايد؟ طبعا يوم بعد يوم، سنه بعد سنه، اكيد عم بيتزايدوا مع الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه، مع النزوح السوري اللي كمان شهدناه، كل هدول العوامل بنسبه معينه كمان اثرت على الوضع اللبناني بشكل رهيب. يعني فوصلنا لمرحله انه تقريبا في 400000 لبناني عايشين ما دون خط الفقر، يعني ب 2 دولار ونص بالنهار. هذا اللي كثير بياثر على المجتمع اللي نحن عايشين فيه، على الافات اللي عم تطلع بالمجتمع، واكيد عم بياثر علينا بطريقه غير مباشره. هون ذكرتيني بالام تريزا لما استلمت جائزه نوبل للسلام، طلبت من اللجنه المنظمه انه الحفله اللي بدها تقام لتكريمها وهالمناسبه تحديدا انه يتم عام عدد كتير كبير من الأطفال يلي هن جائعين بالعالم، لأن بكفون لمدة سنة، خاصة حددت وين كمان بالصين. فيمكن إذا كل واحد منا بجرب يفكر بس هيك باللي حده مش أكتر، كلنا نقدر نأمن الاستقرار والراحة لغيرنا. يعني للأسف بعدنا بزمن عم نسمع أنه في عائلات محتاجة، رغم كل الحملات وكل الأمور اللي عم نجرب نساعد فيها، بعد لليوم في فقر وفي ناس ما تحت خط الفقر. خلينا نحكي اليوم شوي اكثر عن الحمله اللي قمتوا فيها مساعده العائلات المحتاجه اونلاين. اكيد. شو هي الحمله؟ هي انطلقت الحمله تقريبا بنص ماي هذا الشهر. جربنا انه في عالم حابه كثير تساعد، في عالم حابه برات لبنان تساعد اللبنانيه اللي موجودين هون، فجربنا نعمل شيء اونلاين لحتى يقدر كل العالم يقدر يوصل له، اللي برات لبنان اللي بلبنان. وجربنا طريقه مهضومه انه نحن نحط الاغراض اللي نحن عايزينها اللي بنلاقيها هي الاساسيه اللي تكون بحصه غذائيه، وحطينا كل الاغراض الموجودين. الاشخاص اللي بفوتوا على الويب سايت هم بينقوا شو اللي بدهم اياه، يعني مثل كانه هم رايحين يعملوا شوبينج لبيوتهم. اذا ان كان ان يزيد كيلو رز حسب فيهم يزيدوا فيهم ينقصوا الكميه اللي هم بدهم اياها، وبيروحوا بالباسكت بيشوفوا قد ايه جمعوا، بيدفعوا اونلاين عبر الفيزا كارت، او فيهم كمان يطبعوا ويدفعوا عبر بنك. فجربنا قد ما فينا نسهلها، قد ما فينا نكون سلسه مهضومه، اكيد مع بالتعاون مع جمعيه جاست هيلب. هن اللي اجوا بهالفكره وعرضوها علينا، ونحن كثير حبيناها لانه طريقه جديده لحتى العالم تقدر تتبرع وهينه. فالعالم تقدر قاعد الواحد مزبوط ببيته بشغله وين ما كان، في يفتح الابلكيشن، في يفتح الويب سايت ويعمل هيدي الدونيشن محل ما. خلينا نذكر بالابلكيشن شو هي. هي just helps/libanesefoodbank just helps help help
سلاش لبنانيز فود بانك، واكيد نحن على الفيسبوك بيج والانستغرام بيج عم نحط كمان دائما لينكس لحتى يقدروا يفوتوا دايركتلي على البيج ليقدروا يساعدوا بهذا الحاجه. عم بذكر لك انا بالويب سايت اللي هو justhelp.lebanesefoodbank وفيهم يفوتوا وبيتبعوا الستبس اللي انتم كثير حاطينهم كثير هين وفيهم هيك يتبرعوا. رح نشوف سوا الحمله، تكونوا على الحمله ونرجع نتابع. لبنانيز فود بنك او بنك الغذاء اللبناني هدفه انه يوضع حد للجوع من هلا لعام 2025. مزبوط. صح مزبوط. بس رح نوصل لهالتارجت نحط حد للجوع؟ رح نحط حد للجوع اذا الله راد، يعني نحن اكيد ما بنزعل اذا وصلنا لهيدا الهدف، لانه من يعني من اليوم الاول اللي بلشنا هيدا الشغل كان هدفنا انه يبطل حدا جوعان، يبطل حدا يلجأ لغير وسائل ليطعمي اولاده، لانه عم نفوت على بيوت عن جد عن جد. يعني بنفتح البراد اوقات ما بنلاقي شيء، وهلا بايام شهر رمضان كمان عم نشوف اشخاص بتقلنا انه انا ما عم بقدر افطر اولادي غير على سوب، من يعني بتكون محضرتها قبل بيوم، بتجرب قد ما فيها تقسمها على الايام، على يعني عم نشوف اوضاع ماساويه عن جد. ونحن هذا اللي بخلينا نتشجع ونكفي بطريقنا ونكفي بشغلنا لنقدر نامن قد ما فينا مساعدات، ونخلي العالم كمان حوالينا تقدر كمان هي تتشجع وتقدر تساعد. نعم. اذا في اشخاص حابين يكونوا ناشطين معكم بالبنك الغذائي اللبناني، هل بيقدروا يتطوعوا يكونوا موجودين معكم؟ في شروط معينه يعني حتى ينتسبوا للبنك؟ اكيد لا، نحن في عنا بالويب سايت اللي هو lebanesefoodbank.org في عنا بيج بيقدروا يفوتوا يحطوا كل المعلومات الشخصيه عنهم، امتين عندهم واوقات فراغ، العمر، لانه كمان في اوقات لازم يكون في عمر محدد يقدر يتطوع. ابتداء من اي عمر؟ يعني نحن عم نقدر ناخذ تلاميذ مدارس المرحله الثانويه، وعم نقدر موظفين، تلاميذ جامعات، مين ما كان بيقدر يتوظف يتطوع حسب الايفنت اللي نحن عندنا اياه. كان عندنا فور اكزامبل ايفنت باول الشهر بعيد العمال، بيروت باي بايك ان كولابوريشن مع لبنانيز فود بانك، صاروا العالم يجوا يستاجروا بسكلات بس رايحه رح بيكون للبنانيز فود بانك. فكمان كان في متطوعين من كافه الاعمار، من تلاميذ مدرسه، لانه كان نشاط للعائله، كان في اولاد، كان في كبار. بلس مثلا ب 17 كمان هذا الشهر عملنا افطار كان برعايه وحضور الستريا الحسن، كمان كان في معنا متطوعين عم بيساعدوا اشخاص ليوصلوا لمحلاتهم لحتى يستقبلون كل هدول التفاصيل. فكل ايفنت في له اشخاص معينه، اوقات بيكون عندنا اويرنس كامبين بجامعات بمدارس بشرك، كمان في اشخاص بيروحوا بمسلونا فتوضيب الاكل، الحصص الغذائيه، كمان استلام الاكل المطبوخ. فكل حسب كل واحد كل شغله كل وقته وشغله بيسمح له انه يتطوع، فنحن وي ار اوبن حتى نستقبل مين ما بده. نعم عظيم، هيك بركي بنشجع كثير خاصه بوقت فراغهم هلا الصيفيه قادمه. مزبوط. بالنسبه لطلاب الجامعه ولا طلاب المدارس هيك بيكونوا بحسوا انه عم بيعملوا فرق بحياه الاخر. أكيد. مش غلط. بدي نوه لنقطه كثير مهمه انه التبرع اونلاين يمكن ينعرف من الشخص اللي عم يتبرع، خاصه كثير اشخاص ما بيحبوا يعطوا بدون ما يذكروا اسمه. مزبوط. يعني الشخص اللي بده يعطي ما بده يحسب وما بده يعد، وبنفس الوقت لما تعطي ايدك اليمين ما بدها تعرف ايدك مزبوط. فكتير اشخاص ما بحبوا في اوبشن انه ما يبين اسمه. نعم. اصلا حتى لو شخص بحب يبين اسمه ببين اسمه الصغير مع اول حرف من عائلته، سو ما فينا نعرف اكزاكتلي مين اذا حيلا حدا فات على الويب سايت،
بس في اوبشن كمان اذا في حدا ما بده يذكر اسمه كمان بحط في بوكس بيقدر يكبس عليها وما ببين اسمه ابدا ببين انونيمس سو ما يعتبر اهم شيء. والتبرع عبر بنك الغذاء اللبناني هو عبر المواد الغذائيه فقط لغير مزبوط، يعني اذا حدا بده يتبرع بمبلغ مادي ما بتستقبله اكيد هالشي. لا بلا نحن بنستقبل مواد غذائيه اكل مطبوخ واكيد مساعدات ماديه كمان. نحن الجمعيه بدها تستمر لحتى نقدر نكفي اللي عم نعمله. نعم. فنحن نستقبل كل التبرعات ان كان ماديه ان كان عينيه. وتبرعات من خلال افراد هل بتستقبلوها يعني ولا هي بحاجه يمكن لمراقبه اكثر؟ يعني نفترض حدا ببيته يمكن فضل اكل عنده، يعني حب يوضبهم هو على طريقته طبعا ويوصلهم لعندكم، هون يمكن في خطر يمكن على سلامه الغذاء. لانه نحن بعد ما فتحنا هذا الباب لانه في عندك اشخاص بتعرفي ست البيت يمكن عندها طريقه معينه بالطبخ، يمكن هالاكل صار له كذا يوم بالبراد. فنحن دائما نتعامل مع كيترينج مع اوتيل لانه بنعرف انه هذا الاكل اللي عم نوطبه بهذا النهار كان معمول بنفس النهار. بلس في عندهم اكيد شهادات للسلامه الغذائيه، يعني بنجرب قد ما فينا نحد يعني الخطر اللي من خطر انتشار البكتيريا ضمن الغذاء. مزبوط. فنحن دائما بننصح ستات البيوت في كذا ستيب انه يخففوا العدد كميه الاكل، اذا في باقي اكل مش ينطروا الا بعد 3 ايام ليزهقوا منها بالبراد بطل له النفس ياكلوا، انه يتبرعوا فيها لناس بحاجه على الطرقات. يعني قد ايه عم نشوف على الطرقات في اولاد وكبار بالسن وعيال حتى عم يكونوا قاعدين ناطرين حدا يساعدهم بحيلا طريقه. فنحن هيدا البروجرام اللي عم نجرب نشتغل عليه هو educational program، انه عم نفهم الاولاد من هن وصغار انه بايدكم الحل وانتم بتقدروا تساعدوا اهاليكم ان كان بالاكل ان كان بالمصروف ان كان، يعني فيك ستبس كتير صغار بيقدروا يتبعوها حتى يخففوا من هدر الأكل اللي عم يطلع كتير من البيت. بدأت الحملة ابتداء من منتصف أيار ومستمرة لما بعد عيد الفطر السعيد. كمان خلال شهر رمضان المبارك بنعرف بتكتر الإفطارات والخيام الرمضانية، طبعا كمان عم تعملوا جولاتكم على هذه الخيام حتى كمان تطبوا الأكل وتقدروا تساعدوا العائلات. هو برمضان كمان بيصير في أكسترا أكسس فود، يعني العالم بتفكر حالة بدها تاكل كتير بتصير تطبخ، وحتى العزايم لازم تفوتي على العزيمة تلاقي السفرة ممدودة. فعم بيصير في يعني فعراس بعد كمان وبالإفطارات عم بيكون في كتير فائض، فعم نجرب قد ما فينا نكون موجودين بكافة المحلات، عم نطلب من الأشخاص إذا بدهم يانا نودي بهذا الأكل يعطونا خبر قبل 3-4 أيام لحتى نكون موجودين، لأنه كل يوم في إفطار كل يوم في، وهلأ بلشنا كمان بموسم الصيفي كمان بلشنا بالأعراس، ف بيكون في دائما اكسس فود بكافه المحلات ان كان بافطارات وان كان بعزايم. نعم. اهلا وسهلا فيك سهى زعيتر المديره التنفيذيه بمؤسسه بنك الغذاء اللبناني الخيريه. رح ارجع اذكر كمان مره بالويب سايت لكل الاشخاص اللي حابين يتبرعوا justhelp/lebanesefood من خلالها بيقدروا يفوتوا ويتبعوا كل الخطوات. اكيد على السوشيال ميديا كمان كلهم موجودين. اذا ضيعوا شوي. نعم. شكرا لوجودك واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا متابعين نحن وياكم هلا رح نروح حتى نتابع ريبورت تحت حفل الافطار السنوي لجمعيات الإمام موسى الصدر. مثل كل سنة نحن بنعمل إفطارات وبنجتمع مع الحبايب. يوم الثلاثة كان للرجال وكمان كنا مجتمعين ونشكر مشاركة الجميع، واليوم للنسوان كمان جايين يشاركوا نتحدث نحن وياهم يساهموا مع هالأطفال. بس حضور النساء عم بيكون أكتر عادة وكثفة أكتر من الرجال، وهي فرصة لتداول بين الأمور، تداول لأمور الحياتية الإنسانية المشاكل البلد وضع الاقتصادي، فهيك جمعة حلوة وسهرة حلوة وإفطار حلو.
شارك حالي وشو بقولوا لشعبي، وهيدي التقاليد نحن كثير بنحبها وبنحب نحافظ عليها، التقاليد الدينيه بتنوعها واهميتها هي فعلا انه بنتلاقى كلنا مع بعضنا بالاعياد عيد بعضنا. طبعا اليوم نحن على سفره مؤسسات الامام الصدر يلي اول داعيه للعمل في سبيل كرامه الانسان، ومسيرته كان عنوانها من اجل الانسان، وهالمؤسسات هي تكريس لهالشعار، فبنتامل انه الكل يمشي بهالطريق. تعرف هيدا شهر مبارك وشهر للعمل الخير وللقيام بالصلاة والأعمال الثانية، وبما أني عندي جمعية وأنا بشاركوني بحب دايما شارك مع الباقيين، لأنه بالأخير هذا دعم لفئة معينة من الأعمال اللي بنقوم فيها، كانوا جمعية الإمام الصدر أو جمعيتي أو أي جمعية، نحن تكملة لبعضنا، وهذا العمل المفروض نشارك فيه كلنا لدايما نقدر إن شاء الله نقدر نقوم بالعمل الخير اللي بيقدر يقوموا فيه غيرنا. من دواعي سروري وفخري أن أقف بينكن اليوم بتكليف من السيدة رباب لإلقاء كلمتها. مبارح الصبح اتصلت في عمته، قالت لي يا مليحة بدي أنت تحكي الكلمة اليوم. قلت لها حاضر بلا تردد. تسمحوا لي أسألكن سيداتي، أنتوا ليش هون اليوم؟ لقاءنا لتبرع؟ هيدا فينا نعمله ونبعته للحجة سناء على المركز. لقاءنا لنشوف بعض؟ كمان في كتير لقاءات فينا نعملها. شو السبب اللي بيخليكن تتركوا بيوتكن والأهل وتجوا تفطروا هون معنا؟ منحب الست رباب. انتو هون لانه عم تدعموا الخط المنفتح المؤمن بلبنان بكل الوانه. عم تدعموا طريق العلم وتمكين المرأة مع الحفاظ على خصوصيتها. عم تدعموا الخط المؤمن بكرامة الانسان اولا رغم كل الظروف. عم تدعموا مشوار بلشوا معكن الامام الصدر وعم بيتكفى. بدعمكن لهالأعمال بتكونوا عم تعطوا فرصة لهالرسالة يلي عمقها الإيمان بلبنان المؤمن المنفتح القوي وكرامة الإنسان، وأهم شيء تكونوا عم تحاربوا فكرة الغاية تبرر الوسيلة. متابعين معكم مشاهدينا برنامج أحلى صباح، ومتابعين أيضا مع لقاءاتنا. لبن هي جمعية مدنية وفرقة مسرحية تأسست عام 2009 من أهدافها نشر المسرح الارتجالي وتطبيقاته بالمجتمع. لنحكي تفاصيل أكثر عن هالجمعية وعن آخر أعمالها بصيرنا نستقبل اليوم مع عبد الله جطل المعالج النفسي ومدرب مسرحي بفرقة لبن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية خبرنا شوي عن الجمعية والفرقة المسرحية والموسيقية وأهدافها وبرامجها لليوم. مثل ما قلت لبن هي جمعية تأسست بال 2009 كجمعية مدنية وكفرقة مسرحية تهدف لنشر المسرح الارتجالي وتطبيقاته بالعمل المدني ولدعم ومناصرة القضايا المحقة كمان. لبن بتشتغل على شقين، الشق الأول هو المسرح
التفاعلي اللي هو في بيتضمن مسرح المقموعين او المقهورين ومسرح اعاده التمثيل. من خلاله نحن بنساهم بالعمل الاجتماعي او بالدعم النفسي والاجتماعي. والقسم الثاني اللي بتشتغل عليه لبن هو العروضات الترفيهيه او المسرح الارتجالي اللي بيكون الهدف منه الترفيه بشكل عام او العروض المسرحيه. وبضمن هذا كمان الاطار نحن بنصمم تدريبات لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني او الشركات او لاي راغب مبنية على ألعاب مسرحية نستخدم فيها تقنيات المسرحية بدل تقنيات التدريب التقليدية. فهدول الشقين اللي بتشتغل عليهم لبن حاليا. ليه سميتوها لبن؟ يعني غريب الاسم، كنت عم بتأكد منك تحت الهواء إذا لبن هو اللبن يعني اللي بناكله. هو من اللبن اللي نحن بناكله. هو هي جاي من live lactic culture بالإنجليزي، اللي هي الخميرة أو البكتيريا اللي بتحول الحليب للبن. فنحن بعشرة كيلو حليب بمعلقة من هاي الخميرة، هي بتتكاثر بالانشطار بالعربي بيقولوا لها، بتحول كل هاي الكمية للبن بسرعة كتير كبيرة. ونحن الهدف، الفكرة كانت أنه نحن بدنا ننشر هذا النوع من المسرح وهذا النوع من الفن بنفس الطريقة، بهاي الطريقة وبهاي السرعة بمنطقتنا. واجينا لنسمي الاسم بالعربي كان شوي غريب، خمائر الألبان الحية، هيك الترجمة الفعلية. فقررنا لبن لأني لبن هي مادة مختصة بهاي المنطقة بالعالم، يعني لبنان، فلسطين، الأردن، سوريا، شوي من العراق، هيك هاي المنطقة اللي بتعرف اللبن. باقي دول العالم بيعرفوا اليوغرت أو الزبادي. صحيح. والشغلة الثانية أنه في يعني بيقولوا أنه لبن ولبنان جايين من كلمة واحدة، لأن لبنان رؤوس الجبال البيضاء، لذلك سمي اللبن هيك. فهي شغلة تانية، فقلتوا خلينا نسميها لبن، لأني كمان بدنا نحط يعني من 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 صبغتنا كمان علي على صحيح. هذا النوع من الفن. بدي أرجع شوي للشق الأول اللي حكيت عنه، اللي هو القسم المختص بالمسرح النفسي والاجتماعي. اليوم يعتبر المسرح أو الفنون بشكل عام نوع من ثيرابي كمان أو علاج نفسي. قديه بترتكزوا على هذا الموضوع؟ قديه بيساعد بعض الأشخاص يمكن اللي عندهم مشاكل وغيرها؟ يعني مين بيلجأ ليكون ضمن هالقسم؟ نحن بنتوجه بعروضنا لكل فئات المجتمع، لكل شخص او فئه بحاجه لهي العروض بنروح لعندها نحن اغلب الوقت، مش بننطر. عندنا عرض شهري مجاني بالاستديو تبعنا. اللي افتتحناه على سطح زيكو هاوس. عنا عرض شهري مجاني. هذا العرض اللي راح يكون بكره ارتجال على السطوح. حلقة ارتجال على السطوح راح احكي عنه. بس هول الصور كمان يمكن من هول الصور من عروضنا بمناطق مختلفه بلبنان. بعده مناطق، مش مذكر كل صوره وين. بس مثل ما ملاحظين كل وحده بمكان، يعني بتتنقلوا على المناطق. بنروح على كل، رحنا تقريبا زرنا كل الأراضي اللبنانية، قدمنا فيها عروضات مسرح إعادة التمثيل أو مسرح المنتدى. نحن له اسم مسرح المنتدى اللي هو ضمن إطار مسرح المقموعين. أهدافهم مختلفة، طريقة تطبيقهم مختلفة. مسرح المنتدى هو مسرح أكثر بيروح على الشق الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية. نطرح قضية اجتماعية، مثلا طرحنا قضية التنمر بالمدارس، طرحنا قضية العنف الأسري، العنف ضد المرأة، العنصرية بكتير أماكن. نستخدم فيها وسيلة مسرح المنتدى. مسرح إعادة التمثيل اللي هو أكثر بيروح على المنحة النفسي، ليس علاج نفسي ولكن وسيلة نحن بنسميها للتطهير، يمكن بتساعد العالم يفرغوا. بيحكوا القصص بالمسرح إعادة التمثيل، الجمهور بيشارك القصص ونحن بنعيد تمثيلها مباشرة قدامهم على المسرح. هاي القسم بالقسم الارتجالي؟ هن كلهم مبنيين على الارتجال. ولكن هلا القسم الثاني بس نحكي عنه هو بيور ارتجال، ارتجال بشكل كامل. خبر كيف يعني؟ يعني اليوم من أصعب الأمور هو الارتجال على المسرح. شو بتقصدوا من هيدا القسم؟ مين بيشارك فيه؟ هل في دورات تدريبية أيضا لناس وبيرجعوا بيقدموا عروضات من بعدها؟ خبرنا كيف تصير الأمور. نحن بنعمل دورة تدريبية مدتها 4 شهور. هي عبارة عن كورس مكثف
لا تقنيات المسرح الارتجالي. طبعا احنا دربنا على ايادي مدربين عالميين مختصين من سان فرانسيسكو بامريكا، مختصين من عشرات السنين بيعملوا هذا النوع من المسرح. صممنا هذا الكورس بندرب عليه الاشخاص، وبعدين بيخضعوا كمان لفتره تدريبيه تتراوح بين الست شهور والثمان شهور. هي من بعد ما يخلصوا هذا التدريب هي ممارسه. بس بتكون يعني وراء الكواليس. بعدين الاشخاص اللي نحن بنشوف فيهم القدره على انه يرتجلوا بشكل كامل على المسرح، في الالتزام والانضباط لأن هن أساس العمل هذا النوع من المسرح، بيقدموا عروض. وعروض المسرح الارتجالي اللي نحن بنقدمها هي 100% مرتجلة، مثل عرض اللي حطينا الصورة تبعه من شوي اللي اسمه الفيلم تحت عنوان ارتجال على الأسطوح. في عنا واحدة من الفورماتس أو الأطر اللي نحن بنعرض من خلالها هي الفيلم، اللي هي نحن بيجوا الجمهور على الاستوديو تبعنا أو على المسرح، نطلب منهم عناوين لأفلام مش حاضرينها من قبل، مش معمولة من قبل. بيطلع كذا أربع خمس عناوين، ثلاث أو أربع ممثلين من اللي بيكونوا على المسرح بينتقوا، كل واحد بينتقى عنوان، بعدين بنعمل تصويت بالتزقيف. العنوان اللي بياخد أعلى زقفة بنرتجل مسرحية كأنها فيلم لمدة 50 دقيقة لساعة مباشرة على المسرح. تقدروا تضلكم مسكين القصة؟ طبعا هو التدريب المكثف لأعضاء الفرقة، العمل الجماعي على فترة كتير طويلة بيخلق لغة، هاي اللغة بتصير سهلة ومحكية بيناتهم. بيقدروا بيعملوا هذا الشيء. مسرح إعادة التمثيل ومسرح المنتدى يرتكزون على هذا النوع من المسرح، يعني كمان هن فيهم ارتجال. مثل مسرح إعادة التمثيل نحن عم نسمع القصة ومباشرة عم نرجع عم نرتجل مشاهدها، عم نرتجلها بصيغة مشاهد للقصة. فأي معك أنا أنه هو كتير صعب، هو حافة المسرح إذا بدك، يعني كأنك عم تحط الممثلين على حافة المسرح. فقد ما هو صعب قد ما هو ممتع كمان بنفس الوقت. عبد الله قبل ما يدهمنا الوقت بدي أحكي شوي عن العمل المسرحي اللي شفنا الأفيش تبعه اللي هو بعنوان الارتجال على السطوح. صح، خبرنا عن هذه المسرحية. نحن لأن عملنا الاستديو تبعنا على سطح بناية زيكو هاوس اللي على الصنايع، معروفة جدا البناية، فنحن عملنا افتتحنا استوديو صغير نقدمه كمساحة للتدريب، ولقلنا نحن لنقدم فيها عروضاتنا المجانية. فهذا العرض هو عرض مرتجل كامل مثل ما قلت لك بعنوان الفيلم. الجمهور رح يطرحوا عناوين أفلام ما انعملت ولا يمكن تنعمل بالحياة أبدا، ونحن من خلال تصويتهم هم كمان كجمهور رح يتم انتقاء عنوان ويرتجل عليه مسرحية مدتها بين 50 دقيقة للساعة بشكل كامل، بين تمثيل وإضاءة وموسيقى حتى. تاخذوا شوية وقت قبل للتحضير؟ لا 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 ولا شيء، بناخذ العنوان شكرا، بنوقف على جنب ثواني بس، يعني بس لنفصل بين انه نحن كنا عم نتفاعل مع الجمهور وانه هلا نحن بالعمل المسرحي، لانه ما عندنا كواليس حتى، نحن بنوقف على المسرح. اوف ايه ايه حتى يعني نخلق. بدي اقول لك شيء، احلى جمله ممكن نسمعها نحن بعد هذا العرض انه مستحيل هذا الشيء يكون مرتجل. لما العالم بتقول لنا اكيد انتم محضرين هذا الشيء من قبل، او اللي اعطاكم العنوان متفقين معه. أي. عبد الله قلت انه مجاني، يعني العالم فيها تروح تحضر، خبرنا بس هيك قبل ما نخلص هذا العرض. عرض الفيلم لا مش مجاني، في بطاقه بس سعرها رمزي يمكن 10,000 ليره. سعر جدا رمزي لانه نحن كمان الاستوديو يعني عم نحاول ندعم، نحن بنعمل سيلف فند، يعني ما عندنا ممولين طبعا. نحن من خلال التدريبات ومن خلال العروض عندنا يعني بندفع اجار المكان اذا بدك بس لا اكثر ولا اقل. عرض مسرح اعاده التمثيل اللي هو كل ثاني اربعاء بالشهر هو عرض مجاني. هذا العرض هلا صار شهرين، هلا نحن بلشنا انه بدنا كمان نعمله شهري. مسرح اعاده التمثيل او عرض مسرح اعاده التمثيل تقريبا صار له 4 سنين شهريا كل ثاني اربعاء موجود. هذا العرض هلا ارتجال على الاسطوح هي ثاني شهر عم نعمله، رح نحاول انه يكون شهري ورح نحدد له موعد ثابت كمان. على الاغلب رح يكون
اخر سبت او ثاني سبت بالشهر لنشوف، بس يصير رح نعلن عنه اكيد. يعني فعلا الفكره كثير هيك محمسه للواحد انه يروح وفعلا يشوف شو هو هالمسرح الارتجالي، لوين ممكن تودي هالافكار وهالعمل الجماعي سوا والخيال اللي رح يكون موجود، امر كثير مشيق. شكرا لك عبد الله جطل، ويعطيكم الف عافيه بجمعيه لبن على كل الاعمال عم تقوموا فيها، وبالتوفيق يا رب. شكرا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مره جديده بنتوقف مع بريك علينا وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لرفقتنا بهالوقت من احلى صباح. متابعين بصبحيتنا مباشره عبر تلفزيون لبنان، وهلا بصرنا نستضيف منال ملاعب المسؤول الاعلاميه بتلحين دريفتنج تيم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يا هلا. بالبدايه يعني الملفت للنظر انه نحن اليوم رح نحكي عن ايفنت صار ب 26 ايار الاحد الماضي ببيسور. هو عن رياضه الطشفيط او الدريفتنج يلي بتستهوي كثار من الشباب، ولكن كامراه موجوده اليوم معنا عم تحكي عن هذا الموضوع تحديدا وكمسؤوله اعلاميه ايضا بهيدا الجروب، خبريني شوي لمحه سريعه عن تلحيم دريفتنج او تلحيم جروب دريفتنج، ليش سميتوه هيك؟ ليه تلحيم؟ اوكي، بالاول دريفتنج يعني هو نوع من سياق سواقه السيارات بطريقه معينه بنوع سياره معين قابلة للتعديل لميكانيك حتى داخليا. انطلق الاسم من هيدا التكنيك تلحيم جروب. هن عبارة عن شباب هواة بلشوا بال 2012، جمعوا بعضهم من بيسور بالمنطقة وانطلقوا. هن عبارة عن شوفرية منهم ملحم ملاعب اللي هو خيك. نعم. علاء ملاعب، مكرم ملاعب، رباح نصر، كلهم من العائلة اسم الله. في كتير يعني ممكن نعدهم حتى ما أنسى حدا. أكيد. عنا علاء ورامي ملاعب، عنا رباح ملاعب، رباح نصر، علاء نصر، بشار ملاعب، مازن العريدي، رواد العريدي، ريدان شيا، كرم العريدي، سامر قائد باي، داني نور الدين، داوود ملاعب، سامر وزاهر ملاعب، نضال ملاعب، وائل ملاعب، واشخاص ثانيين، بس هن اجمالا الاساسي اللي بلشوا بهيدا التيم كتيم ينظموا حالهم تقريبا. هو هن ابرز اعضاء الفريق. اللفت بالامر اليوم انه هذا الموضوع بيستهوي الشباب، وحضرتك سيده خبريني ليش استهويك هذا النوع من الرياضه، شو السبب؟ اول شيء ليلى كاول وهله، ثانيا يمكن الظروف ساعدت انه انا من عائله بنشتغل ميكانيك، بنشتغل بالمعدات، فربياني على هيدي القصص. وشغله ثانيه اللي وجود خيي يلي هو عضو مؤسس بهيدا الفريق، واكيد انا اول شيء كنت مشجعه مثلي لانه خيي، بس لما تنزلي على الارض وتشوفي الفن بهيدي القياده وتشوفي قد ايه لها متابعين ولها جمهور، فيوم عن يوم بصير هيدا الشغف لحاله بتعلقي باللعبه، وخاصة لما تبلشي انت تتابعي المباريات تروحي درفتات، وهيدا الشيء يوم عن يوم بيزيد. عم نشوف هذا النوع من الرياضات على الشاشة. نعم. رياضة التشفيط اكيد هون ضمن حلبات خاصة 100%. يعني نحن دائما بدنا ننوه لنقطة كثير مهمة انه اللي عم بتابعونا اليوم ينتبهوا من خطورة هيدا النوع من الرياضات. نعم. اكيد ما فيهم يمارسوا هيدا الشيء على الطرقات العامة لانه بشكل خطر على حياتهم وعلى حياة الاخرين. في شروط معينة تحت الواحد ينتسب اول شيء للفريق وتحت يمارس هذه الرياضة؟ اول شيء كفريق، اول شيء لازم يكون يحب السيارات. نعم. ويحب صوت السيارة بالذات. نعم. لانه هي تعمل احدى التكنيكات صوت السيارة. لازم يكون على القليل عارف تكنيك اللعبة، ممكن يكون من ضمن يا شوفرية، فئة الشوفرية، يا يكون من فئة اللوجستية يلي ممكن يكون عنده خبرة ميكانيكية، خبرة بالدهان، بالبويا. نعم. يكون عنده بالجرافيك، لأنه هو كلياتهم نستعملهم خلال الدريفت، يا يكون من المنظمين على الأرض، أما ممكن يكون جمهور مشجع، وعادة يعني بيلحقوا التيم من مطرح لمطرح، من صيدا لطرابلس لوين ما يكونوا. بذات الوقت عندنا رعاة يلي هن راعيين هيدا الانشطه، لانه مثل ما بتعرفي هيدي رياضه مكلفه. انا على صعيد شخصي مكلفه بالدوليب حتى، يعني مش عم بيصير شيء بتغير الدوليب او بيروح كل جوله بيتغير الدوليب للكب. ما الفكره انه بدك تحرق دوليب، لازم تحرق الدوليب، لازم تحرق الدوليب. لانه في معايير معينه لهيدي اللعبه وعلى اساسها بيصير في تحكيم.
والعكس تبع الدولاب بتلاحظ انه كمان عم بيزيح من محله من قدام بمطرح. نعم الفكرة لازم كمان الأمان كتير نقطة أساسية. الأمان بتصير من مرحلة التحضير، لازم السيارة تكون مجهزة مجسرة أول شيء، كمان السيفتي للسائق، وكمان لأشياء تكنيك كل ما يخف وزنها كل ما تزيد السرعة وهيك قصص. المرحلة الثانية بالسيفتي لازم تكون لما نكون عم ننقل السيارة من مطرح ما هي لمطرح الايفنت، ممنوع تمشي على الطريق، لازم تكون على عبر ناقلة خصوصي للأرمال الدولية، لحفاظا على السلامة العامة، لأنه هيدي السيارة منا مجهزة لتنساق بين السيارات. نعم فإلها حالة بخصوصي هونيك شو المقصود منا مجهزة تكون موجودة بين السيارات على الطريق العام؟ أول شيء يعني منا سيارة عادية، هي سيارة رياضية، كان يعني سرعة تلقيها أي أمر من السائق مش مثل أي سيارة تانية. وحتى كمان بصير كمان الأشخاص التانيين ما يصير في تحميس ويلا، ممكن تكون خطر على الأشخاص المتفرجين. وهون يعني بننتقل للمرحلة الثانية، إنه نحن خلال الحلبة لازم تكون مجهزة في معيار محدد وين لازم المتفرجين يكونوا واقفين، لأنه خلال برمة السيارة بيطير قصص من الدولاب، فكمان ما تأذي أي حدا، حتى كمان ما تشطح السيارة وتروح يكون الواحد عم يتفرج يصير في اي حاله خارجه عن نطاق السلامه. كمان لازم الشوفير يكون لابس لبس معين من خوذه الرأس حمايه لاي عطل حادث يصير معه، حتى ممكن افرولات كرمال ما يصير في اي ضد الحريق، كرمال ما اوفرول خاص ضد الحريق لازم هيدي بالمعايير الستاندر اللي لازم يكون بهيدي الايفنت. مثل ما لاحظت انه الدوليب بالسباق التشفيط عم بيكون على التركيز عم بيكون على الدواليب الخلفيه بالدريفتنج صح؟ بمطرح هو على اكثر من شغله، على صوت الموتور، على الموتور بيتغير بعد هيك سباق بصير في تعديل حسب كم حصان، حسب راحه السياره مش راحه، ما هو بيزيدوا قوه السياره وهون اسمها تعديل بمطرح. ان شاء الله اكون عم بقول الاشياء صح مثل ما انا فهمانتهم من نقطه نظري. النقطه الثانيه هي الدوليب وقد ايه بيطلع عندك دخله، وبذات الوقت معيار لما الانحراف للسياره وهي عم بتكوع من نقطه معينه، كيف لازم بوزه يضلوا جالس ودوليب الورانيات هن يلي عم بيتحركوا بحركوا خلفيه السياره، بس مع المحافظه على سرعه معينه والشوفير يكون مسيطر على سيارته. يعني نحن بنفكر عم تقلب السياره، بس لا، هون قوه الشوفير انه يكون مسيطر على سيارته بهيدي السرعه، واكيد ضمن خريطه معينه لازم يكون مشيها بهيدي المساحه. نعم والصوت اللي عم نسمعه هيدا نتيجه شو؟ هيدا بالموتور. شو بيتعدل؟ بالموتور وبالديفرنسيال بالفيتاس. الديفرنسيال تبع السيارة؟ لا. هو الفارق يعني للسيارة. لازم السيارة تكون في عندنا ثلاث أصناف، لازم فئات، لازم في عندك سيارة رياضية من الأساس بتجي معدلة من الفيتاس للفريم لا إنه تشد من ورا، في عندك فئة ثانية اللي هي ملغومة يعني بيكون الديفرنسيال الشباب هن مختصين بهذا الموضوع، هن يلي بيعدلوا هيدا الشيء، بيصيروا اثنيناتهم يشدوا من ورا وهون بتعطي هيدا الافكت. الشغله هلا اكيد شخص معين لازم او ميكانيكا لازم هو يغير الديفرنسيال او يشد الديفرنسيال من ورا. مزبوط. نعم اي طيب يعني الصوت هيدا انت معود عليه اكيد هيدا زلغطه. نعم فينا نسمع هيك الصوت نحن Oh.
هيدا ضمن معيار الشو، هيدا الشيء مسموح فيه، هيدا شو قد ايه خطر على هون السائق ناجي ابو حسن هو نازل بكتاب جينيس بفئه هيدا الشو. نعم نعم، ولكن قد ايه في خطوره يعني على حياته ضمن معايير معينه على طول السيفتي نمبر 1. نعم، يعني الأبطال اللي شاركت معكم بهذا السباق اللي صار ب 26 أيار تحديدا بالحديقة العامة ببيصور بحضور أكثر من 1000 متفرج برعاية ودعم البلدية بشخصها ورئيسها طبعا السيد نديم ملاعب، قد ايه اليوم عم بتلاقوا دعم من قبل البلدية حتى تقوموا بهيك نوع من الرياضات وتشجيع بنفس الوقت للأبطال يلي كمان دخلوا جينيس بوك أو اللي بالمستقبل عم يحلموا إنه كمان يوصلوا ولا بطولات عالميه؟ اوكي، مثل ما شفتي هيدي منا رياضه عاديه، بدها امكانيات معينه من تجهيز المطرح من السيفتي، مش بس يعني اذا نحن مسؤولين كنا داخل الحلبه في عندك تنظيمه برات الحلبه، وهون البلديه كثير مشكوره اول شيء قدمت الأرض سمحت لنا أنه نحن نعمل هيدا الإيفنت على أرض البلدية. مشكور أستاذ نديم ملاعب وأعضاء البلدية، وهون بدي خص بالشكر الأستاذ سيد رياض الحلبي يلي هو عضو بالبلدية وكان من يلي داعمين ومصرين أنه هيدا الرياضة تروح، لأنه نحن كتير بهمنا نكرس مفهوم أنه هيدا الرياضة شرط تنعمل بالمطرح المزبوط، صح. ما تكون على الطريق، لنكرس هيدا المفهوم لازم نحن نلقي له مطرح، إذا ما لقينا له مطرح رح يضلن الشباب على الطرقات، منا على طول حل بديل لهيدي القصة، فهون البلدية كانت لعبت دور كتير إيجابي، سمحت بهيدا الإيفنت وكانت كتير عم تتعاون من خلال شرطة البلدية وتأمين مصفات سيارات والدعم والرعاية لهيدي الإيفنت، أكيد مع الصليب الأحمر مشكورين والدفاع المدني. نعم. وإن شاء الله بالمستقبل اللي جاي انه يصير في مطرح متخصص لهيدي الايفنت ويكون دايم. هو للاسف انه ما في حلبات خاصه بلبنان لهيك نوع من الرياضات، وخاصه بمنطقه الجبل، يعني في عندنا بطرابلس، في عندنا بصيدا، في عندنا بزحله، وهيدا عم بيصير في بطولات على صعيد لبنان وقادرين يستقبلوا بطولات على صعيد العالم العربي، فلي نحن بالجبل ما من وهذا النوع من الرياضات بيستوجب شروط للسلام العامة، أكيد. شروط للقيادة كمان، نعم. شروط حتى ينتسب الواحد لهيك نوع من الرياضة بده يكون اتليست عنده مينيموم من الخبرة اللي بتتعلق بالسيارة، ان كان بميكانيك السيارة، ان كان بقيادة السيارة، او حتى بالمعلومات العامة. بالمعلومات العامة هي. نعم. واهم شيء الالتزام بالسلام العامة، يعني كل حدا بضمن هيدا الفريق ممنوع برات الحلبة يسوق هيدي السواقة. صحيح. وهون بصير التعاون بيننا وبين البلدية، أي سيارة بتطلع من الحلبة وعلى الطريق بصير في أي مخالفة بتعمل ضبط، وهون شغل البلدية بهيدا الموضوع، هون كمان النظام شغل البلدية وشغل قوى الأمن كمان، أكيد. لأنه واجباتهم، لأنه أي هيدا النوع من السيارات هو فقط مخصص لرياضة الدريفتينج أو للتشفيط. 100%. بعرف إنك بتشفطي بالسيارة؟ ما كتير. أنا عم بسمعها، ما تسمعوها، خذوا عيونكم مش دينايكم. ما كثير، بس شوي يمكن لانك ربيتي بعائله اكيد، لانه بتحب هذا النوع من الرياضات. بس مش اذا خيي بيعرف السوق انا لازم سوق بمفهومه، بس اكيد هذا الشيء طبعا لانه بطل، يعني هو بالنسبه له انت يمكن ما فيني قارن حالي فيه. نعم. بس اكيد هذا شغف، والسواقه ماسكه الدركاسيون وصوت الدولاب و نعم. خلينا نحكي عن الفائزين يلي ربحوا بالسباق. نعم. مين البطل كان بهذا السباق؟ كان عندنا اول شيء كان عندنا 3 فئات. نعم. وكل فئه كان فيها لها 3 ابطال. كاوريجينال كان ساري المصري الاول بيرجع رواد الغريزي وجهاد الجوهري. نعم. اما بفئه الملغوم كان عندنا فئه شو؟ ملغوم. ملغوم نرجع نفصلهم، ما عندنا وقت كثير على السريع. اوكي، كان عندنا عامر الجوهري، سلام ابو شاهين، ويحيى نعيم. اما بالبروفيشنال كان توفيق ناصر الدين، رامي نكاد، وربيع كمال الدين. اذا قلنا اوريجينال يلي هي السياره جاي من الشركه اوريجينال رياضيه، السياره الملغومه يلي معدله بتكلفه شوي قليله، اما البروفيشنال يلي بتفوق ارقام تكلفتها كتير عالية. نعم. لأن احنا بنعرف التكلفة هي من خلال الهيكل، من خلال موتير، فيتاس، لدوليب، كمرحلة أولى وهي عم تتهيأ السيارة. أما المرحلة الثانية بالدريفت، لأنه كمان مثل ما بتعرفي بالدريفت كل جولة بدو يتغيروا الدوليب، ممكن تروح قطعة، ممكن هي لازم يكون في أكيب على طول جاهز ليغير هيدي المعدات، وهون بيلعب الراعي دور أنه يمول هيك رياضة.
نعم، أهلا وسهلا فيك منال ملاعب، المسؤولة الإعلامية بتلحيم جروب دريفتينج تيم. وطبعا بدي أرجع أذكر كمان مرة اللي عم بيتابعونا اليوم وخاصة الشباب ينتبهوا كتير منيح لهذا النوع من الرياضات، ما فيهم يمارسوا أبدا على الطرقات العامة وبين العالم، أكيد في أماكن خاصة ومخصصة وفي سيارات كمان مجهزة لهيك نوع من السيارات على الموتور. بده يكون شوي مختلف الدواليب كمان، بدهم يتغيروا من فترة لفترة ومهيئة فصيانة مستمرة للسيارة 100%. شكرا لوجودك وأهلا وسهلا. ثانكيو إليك وثانكيو لمدام باتريسيا. يا هلا. مشاهدينا فاصل علينا صغيرة ونرجع من بعد. متابعين معكم مشاهدينا بمناسبة مرور 500 سنة على رحيل العبقري عصر النهضة ليوناردو دافنشي، بتقدم المتاحف الأوروبية سلسلة معارض ومحاضرات وندوات على مدار العام 2019 بهدف تسليط الضوء على إنجازات هالفنان وأعماله الهندسية والفنية والأدبية. ولهالمناسبة بصيرنا نستقبل معنا اليوم باستوديو الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ بتاريخ الفنون يونس الكوجك. أهلا وسهلا فيك يونس. صباح الخير رنا. يعني أنت بقلب بيتك على كل حال. واليوم حديثنا عن أسطورة، خلينا نقول عن شخص، عن فنان قدم كتير للفن واسمه بعده من 500 سنة لليوم متداول ويدرس ورح يضل إلى أبد الأبدين. مين هو ليوناردو دافنشي؟ يعني إذا هيك بدنا نعرف عنه على طريقتك. ليوناردو دافنشي هو شخصية فريدة مميزة، ولدت بالقرن 15 وكان لها تأثيرها لغاية اليوم بتاريخ الحضارات وبتاريخ العلوم. ما فينا نقول بس إنه بس بتاريخ الرسم، لأنه ليوناردو دافنشي رنا مش هو بس إنسان رسام، هو إنسان فينا نقول هو كاميرا كانت عمالة تدون وتوثق وتأرشف كل شيء عم بيشوفه بحياته. هو ابن كاتب عدل، انسان ايطالي اسمه بييرو دافنشي، ولد بطريقة غير شرعية، يعني هو ابن غير شرعي. نعم. لفتاة بعمر 14-16 سنة. بال2006 تم الفحص الجيني بينه وبين والدته وبينه وبين أبوه، ووجدوا أنه والدته هي من أصول شرق أوسطية، وهي كانت بين هلالين سبية من السبايا بالحرب الصليبية من الشرق الأوسط على إيطاليا. فمن خلال هالعلاقة الغير شرعية بين الأب وهيدي الصبية ولد عنا ليوناردو دافنشي. هون ليوناردو دافنشي أخذوا جده وسته وربي بتربية كتير محافظة وكتير يعني حلوة بفنسي أو هالمدينة اللي تربى فيها. نعم. ستة لليوناردو دافنشي رنا كانت تشتغل بالسيراميك. نعم. يعني كانت تصمم السيراميك، تلون السيراميك وتفبرك وتصنع السيراميك. يعني ربي عم بيشوف قدامه نوع من الفن، وهو عمال يشوف هيدا الشيء بهيدا المجال. هون أمه تركته ورجعت تزوجت مرة تانية وجابت 5 أطفال. عاش بفترة مع جده وسته لعمر 13 سنة. بيرجع أبوه بيشوف مواهبه بيشوف قوته وعلى أساس أنه يتعلم ويعلمه كتير شغلات، بس ما قدر. كان اكتشف جملة كتير مهمة من جده، لأنه جده كان له كتير تأثير عليه بخلال هالطبيعة اللي فريدة من نوعها بإيطاليا. كان يقول له تعلم كيف تنظر. وهون اكتشف الطبيعة، الحشرات، المي، الجداول، قوة الطبيعة، قوة الأنهر كيف عمالة تتحرك بالمحيط حواليه. لا قرر أبوه بفترة من الفترات أنه خلص بده يستكشف فيه قوة الفن والرسم. هون صار في تغيير بحياته. وكان ينحت كمان، يعني كان النحت والرسم 100%. هلا أول مهمة ساويها كان عمل مثل ما منقول بين هلالين مقلب بأبوه. سوى درع مرسوم عليه وحوش وحطه بالأبو مثل أو بالغرفة برانية بالمزرعة عندهم، وقتل الحيوانات البرية الضفادع وبعض الحشرات وطلع ريحة كتير سيئة منهم. وهو فبرك الألوان، هو سوى الألوان، هو طبخ الألوان، هو رسم الحيوانات على الدرع، حط الدرع بالغرفة، سكر الغرفة، سلط الضوء على الدرع وخلى أبوه يفوت وتخبى هو لحتى يشوف كيف ردة فعل أبوه، هو كيف حيشوف هالدرع، كيف حيشوف هالحيوانات. وهون كانت الصدمة العجيبة عند الأب، وقرر الأب أنه يفوته بمحترف للفنان فيروجيو، اللي هالمحترف كان بحد ذاته قلعة من الفنون.
كان يصير في صبل النحاس، صبل البرونز، صناعة الألوان الزيتية، نحت الحديد، الميكانيك كلياتها، هالقوالب، البراغي. الأمر اللي خلاه بعمر 17 سنة، وهيدي اللي ما بتعرفه الناس، يخترع قطعة كل العالم تستعملها ببيتها اللي هي المقص. ليوناردو دافينشي أول إنسان بيستعمل وبيخترع المقص بهالطريقة اللي نحن بنستعملها، وكان عمره 17 سنة عند جيروجيو. شو كانت أول لوحة رسمها؟ كان منظر طبيعي؟ أول لوحة رسمها كانت هيدا الدرع. هيدا الدرع. هيدا الدرع. هلا بالمحترف عند فيروجيو، فيروجيو طلب منه انه يكمل لوحه ويساويها بملكان زياده اللي هي لوحه تعميد المسيح. نعم. ما بعرف اذا في الاعداد والاخراج يفرجونا اللوحه. لوحه تعميد المسيح كان فيروجيو بلش فيها، هلا لسبب من الاسباب فيروجيو بطل يكملها وطلب من ليوناردو دافينشي انه يكملها. ليوناردو دافينشي اعطى مقدره لا تقدر ولا توصف بهيدي اللوحه، هو وعمال يرسم الملاك اللي من جهه الشمال. فهون الابداع عنا كان بانه عمال يرسم اضاءه الشعر، يعني الشعر مضيئه براس الملاك. بالمناسبه بهيدا المجال ليوناردو دافينشي رانا كان انسان رياضي فائق الجمال، فائق جمال الوجه، فائق جمال الجسم، فائق جمال الشعر. فكان شخصية مميزة بالمحيط حواليه. نعم. لما نقول ليوناردو دافنشي ما فينا نقول إلا لوحة الموناليزا اللي كل العالم تربط هالاسمين، ويمكن بينسوا الأعمال الأخرى أمام هذه اللوحة اللي كان عليها جدل، اللي نحكى عنها كتير. خبرنا شوي كيف خلقت هذه اللوحة وشو هي الأبعاد اللي موجودة فيها؟ اللوحة، لوحة الموناليزا، في عليها كتير دراسات. بالفعل الموناليزا ديل جوكوندو هي طلب، بيجي طلب رسمي، وطبعا طلبات المكتوبة باللوحات في رسام يقبض عليها دفعة أولى. يعني أنا لما اللي بدي رنا بدها تطلب مني سوي لها بورتري، بدي أخذ في ورقة مكتوبة بيني وبين رنا وبدي أخذ ديبو. صح. بلوحة الموناليزا، ما يسمى حاليا بلوحة الموناليزا، في ورق مكتوبة بس ما في تسليم للوحة. ما في تكملة لقبض المبلغ من عائلة جوكوندو. هلأ لوحة الموناليزا هي من اللوحات اللي لمالي ترك إيطاليا ليوناردو دافينشي من بعد معاناة وتنقل وحروب الإمارات والجمهوريات بإيطاليا، راح على فرنسا عند فرانسوا الأول، أو بالأحرى استدعال حتى يستقبله عنده ويعمل له إكرامية بكل شيء، وكانت الموناليزا رايحة معه من هذه الشغلات. هلأ بالفعل في لوحة اسمها موناليزا، بس في شيء أسقط على هذه اللوحة. هل هي الموناليزا الحقيقية اللي تم الاتفاق على رسمها؟ لأن في بفكر ليوناردو دافينشي، بعبقريته ليوناردو دافينشي، في عنده اتحاد بين الجنس الأنثوي والجنس الذكوري، وهيدا الشيء منلاقيه بلوحة يوحنا المعمداني وبلوحة الموناليزا. منشوف الوجهين تماما، نعومية الجلد، نعومية الحركة بالجسم. نتمنى كمان من الأعداد نرجع نشوفها مرة تانية يفرجينا هي لهيدي اللوحة. هون في اتحادية بالجنس البشري عند الجنس الأنثوي والجنس الذكوري. هون منشوف لوحة الموناليزا عنا ومنشوف الطبيعة. وبالمناسبة في شغلة كتير مهمة، انه من خلال 19 عمل اللي مساوهم ليوناردو دافينشي ولا لوحة متممة ولا لوحة كاملة. شو السبب؟ ليه ما كان يكملون؟ كان عنده مشكلة بإنهاء العمل تاعه. فعشان هيك طبعا انه اللي بينظر الى اللوحه ما رح يقدر يعرف هذا الشيء، يعني ما رح يقدر يعرف. يعني اليوم ما في غير نظره فنان او باحث معين بيقدر يشوف انه اللوحه غير مكتمله. شو المميز بلوحه الموناليزا واللي انحكى عنها بالابحاث اللي اعطتها هالقد اهتمام تتكون اليوم موجوده بمتحف اللوفر وعليها هالقد حراسه مشدده؟ من اشهر المقولات ومن اشهر القصص اللي طلعت على الموناليزا انه لما ليوناردو دافينشي راح على باستضافه فرانسوا الأول، طلب ليوناردو دافينشي من فرانسوا الأول، من ملك فرنسا، كان فرانسوا الأول عمال يبني متحف اللوفر.
فطلب من فرانسوا الأول رجاء أنه لما يخلص قصر اللوفر اللي هو على أساس حيكون قصر ملكي والقصر الملكي حيكون مقر إقامي دائم للملك بباريس، فطلب من الملك مباشرة أنه يحول قصر اللوفر من قصر للملكية لمتحف للفنون الجميلة على أنه تتصدر الموناليزا أولى قاعاته. وهون كان يعني كانت حضرتك ما بتنسي تاريخ ميلادك، ما في إنسان بينسى تاريخ ميلاده، الموناليزا كانت التاريخ وكانت البياس ديدونتيتي أو الهوية لولادة متحف أشهر متحف بالعالم اللي هو متحف اللوفر. بالإضافة لهذا الشيء عملية سرقتها للوحة للموناليزا كمان كان لها الدافع الأساسي لشهرتها. ليش؟ بالنسبة لسرقتها كمان رنا ضلت الناس لمدة 3 سنين 4 سنين المجتمع الأوروبي، عم نحكي كمجتمع أوروبي، يفوت على متحف اللوفر بس يوقف قدام، يشوف إذا هي الحقيقية ولا لا، لا يوقف بس قدام الحيط الفاضي للمكان ولا المساحة من بعد ما سرقت للمكان وين كانت موجودة لوحة الموناليزا. نعم. طب ليه في ناس بتقول بعدها لليوم أنه أقولكن ها هي ولا ها النسخة عنا ولا منا الحقيقية؟ يعني ما في إثبات حقيقي قلنا أنها هي اللوحة اللي رسمها ليوناردو. أول شيء ما بتحق إلا ممنوع تعاقب جزائيا وقانونيا المتاحف إذا بتحط لوحة مزيفة. نعم. فإجبار اللوحة اللي محطوطة بهيدا المكان هي لوحة لليوناردو دافينشي أطلق عليها اسم الموناليزا، بس هل هي الموناليزا الحقيقية السيدة اللي طلب من ليوناردو دافينشي إنه يرسمها؟ هون السؤال ايه او لا اللي محير العالم. هون السؤال اللي محير الملابس اللي لابستهم الموناليزا تاعت دافينشي اللي بمتحف اللوفر حاليا هني ملابس بترتديهم السيدة الحامل. نعم. هل كانت موناليزا حامل؟ بعدين بما انه هي توصاي وبناء على طلب ومدفوع دفعة مسبقة للمبلغ، ليش اخذها معه ليوناردو دافينشي مع انه ما له حق ياخذ اللوحة ولو اخذ دفعة اولى على الحساب؟ لانه بهذا الموضوع كان في عند ليوناردو دافينشي كان في قصة عذراء الصخرة. نعم. وهي هيدي اللوحة مساويها نسختين، وهيدا قليلا جدا ما في يكون في رسام مساوي عنا نسختين. يونس، اليوم لوحة العشا السري. نعم. خلينا نقول كمان هي. نعم. من اللوحات الكتير مشهورين عند ليوناردو. نعم. دافينشي واللي كمان عليهم جدل. نعم. خبرنا شوي عن مميزات هيدي اللوحة اللي راح نشوفها كمان. لوحة العشاء السري طلب منه أمير ميلانو لليوناردو دافينشي، طلب منه كتير شغلات، طلب منه الحصان العملاق، طلب منه ينظم له زواجه وعرسه والاهتمام بالعروس والاحتفال بالعرس، ورجع كان يقول له ترك هذا الشيء وساوي الشيء تاني، ترك هالشيء وساوي الشيء تاني. وبيه خلال هو عمال يساوي يحتفل يجهز بالاحتفالات بالعرس تاع أمير ميلانو بيطلب منه أنه يهتم بجدارية واللي هي ما تسمى بالعشاء الأخير أو العشاء السري. العشاء السري صار في عنده معضلة، صار في عنده أزمة فنية تقنية إذا فينا نقول، لأنه كان عمال يحاول، طبعا هي عبارة عن جدارية ومرسومة بطريقة الفريسكو أو الفريسك، وهي تقنية بتم رسم العناصر على المعجونة، يعني بيكون بالمصطلح اللبناني بيكون في ورقة، بيكون الحيط مورق، بيكون عامل له عازل للحيط، تجي الورقة بيرجع بيعمل جفصين، بيرجع بيعمل عازل، وبيرجع بمد معجونة. هون هو عمال يمد المعجونة بيكون مجهز طرحيات ورق ومخرمة مرسومة، فهو بس بحط الطرحية على المعجونة الرطبة اللي هي منعشة أو رطبة أو طازجة وبيعلمها بالألوان وبيرسم. هون ليوناردو دافينشي عمال يستعمل كان مواد زيتية مع مواد مائية. هون صار في عنده مشكلة بتماسك الألوان باللوحة وصار فيها تلف من أيامه. اضطر ليوناردو دافينشي أنه يولع نار لحتى تنشف الألوان، ونشفت الألوان بس رجعت تفتتت مع الوقت. اللوحة عمالة تحكي عن حادثة العشاء السري والعشاء الأخير بين المسيح وتلاميذه
مثل ما نعرف بالإنجيل المقدس أنه لوحة العشاء أو جلسة العشاء السري كانت بمكان صغير مغلق بين العشاء بين المسيح وتلاميذه عم يتعشوا. أنا ما بالصورة المكان كبير، طاولة كبيرة، في نوافذ. أما منلاحظ أنه في خلفية نهار صحيح عند ليوناردو دافنشي بالوقت اللي هي اسمها اللوحة العشاء السري، يعني كانوا عمال يتعشوا. هون ليوناردو دافنشي عامل تأليف هندسي فحاطت بنصف الجدارية تماما قلب المسيح، فالأبعاد الثلاثية للوحة بتفرجيني هالبعد بالسجاجيد أو بالأبواب الموجودة على الجهتين بيتجهوا شمال ويمين لحتى ينصبوا على قلب المسيح تماما اللي هو الساكري كور بالموضوع بنفس الوقت تماما. حتى بعض الدراسات بتقول أنه حاطت قداس جنائزة ليوناردو دافنشي لأنه هو كمان كان موسيقار. وهالبارتيسيون الموسيقية موجودة بإشارات الإيدين تعول الطلاب والخبز اللي على الطاولة. وجدلية الكأس المقدس، جدلية الكأس المقدسة يعني كانت موجودة عبر تطور الديانة المسيحية وعبر صراع الكنيسة بين مين أخذ الصراع بين مين أخذ الكأس المقدس، مثل كمان مين أول من رسم المسيح في عملية كمان رسم المسيح لوجه المسيح لأباجار اللي هو بعت كان مصاب بالبرص وبعت الوزير تاعه أنانا أو حنانا أو حنانيا لحتى يرسم وجه المسيح، وكان هو أول شخصية رسم وجه المسيح على منديل وصار في مجموعة اسمها مجموعة المندليون. وهون المنديل تاع المسيح وكأس المسيح كان في صراع بين مين استلمهم بالأول وخاصة بالحروب الصليبية. إذا بدنا نحكي شوي كمان عن ليوناردو بشكل عام، أيضا كان هو كان عنده شغف كتير كبير بالطيران. نعم. وبالهندسة. نعم. كمان يعني متعدد بكل المجالات. نعم. أفقه كانت واسعة. كان إنسان مميز بتاريخ البشرية كلياتها، كان إنسان جراح يستحيل على أي طبيب جراح موجود بالعصر الحديث أو بالقرون اللي تبعت ليوناردو دافنشي أنه يقوم برسم وبتشريح الأعصاب والأوردة والشرايين دقة بدقتها. فلما اللي راح على باريس، لما اللي راح على فرنسا بالتحديد على أمبواز، هناك صار في عنده دراسة جديدة ومشروع جديد ألا هو تشريح الجسم البشري. فكان يأخذ الجثث بموافقة السلطات المحلية، مش مثل ما بيقولوا أنه كان يسرق الجثث وكانت الجثث محللة ومعفنة ومستحيل هذا الكلام. كان يأخذها بالاتفاق مع الحاكم، بالاتفاق مع السلطات المحلية، مع طلاب، لأنه كان هو صار بالخمسينات وبطل يقدر يحمل الجثث، كان معه طلاب عمال تساعده بحمل الجثث بحفر القبور والاتفاق مع أهل الميت لحتى يرسم هذه المجموعة. هذه المجموعة رنا بتراوح عددها بين 165 و200 عمل موثق، وصاحبتهم جلالة الملكة ببريطانيا هي صاحبة هذه المجموعة. حاليا عمال نشوف الأعصاب، الهيكل التشريحي، عمال يرسم وضعية الجنين برحم الإمرأة، طبقات الرحم عند الإمرأة، تفاصيل اللي بيعجز عنا أي إنسان بالقرن الخامس عشر بعصر النهضة، رغم سقوط القسطنطينية ورغم سقوط الأندلس أنه يعمل هيك إبداع. فعلا يعني الأعمال كتير. شو العمل أيضا اللي إذا بدك تختاره أنت يونس هيك لا ليوناردو دافنشي بتعتبره من الأعمال اللي أيضا يمكن الناس ما كتير بتحكي عنها ولكن يجب التركيز عليها؟ من الإبداعات تاعت ليوناردو دافنشي أنه كان مهندس حربي، كان يخترع دبابات، كان يخترع منجنيق، كان أول ما اخترع بدلة الغطس واللي استعملها جول فيرن بقصته، كان أول من اخترع الأجنحة تاعت الطيران واللي استعملها بوب كين بشخصية باتمان. هيدي المواضيع كلياتها ما بتعرفها العالم. صحيح. رنا وهي بتجهلها. فكان عنده آلة حربية بطول 26 متر، كان عمل محاولة طيران إنسان
وللاسف مات الانسان بالجوانح هو عمال يطير. عنده مشاريع كتير كبيره، انسان مبدع بتاريخ البشريه. مش هو منه رسام ابدا، هو رسام نحات موسيقار فيزيائي فلسفي شاعر كاتب كل شيء. يعني بطول الحديث عنه حبينا اليوم هيك نضوي على هالفنان الكبير، واللي فعلا من 500 سنه لليوم بعض الاجيال بتحكي فيه وبعض يدرس وبعض في كثير علامات استفهام لليوم ما اكتشفت، وبظن رح يضلهم عم يدرسوها. إذ بدي يونس بدي استفيد من وجودك معنا اليوم لاسالك عن مشاريعك، يعني اليوم عدت الى تلفزيون لبنان بالبرنامج وايضا معارضك اللي بتعملها دائما، في شيء جديد هلا حاليا عم يتحضر؟ هلا بشكل سريع في عنا معرض جديد للبنان كلياته بمناسبة ال 75 سنة لاستقلال لبنان، وهيدا المعرض اسمه عم برسمك يا حلم يا لبنان، حيكون بمشاركة الوزراء الفنانين السياسيين النواب وكل طبقات المجتمع بلبنان لحتى تحتفل باستقلال لبنان ال 75، وحيكون تقريبا بالفترة الممتدة بين عيد الجيش وعيد الاستقلال لحتى نحتفل بلبنان مع بعض. إن الله راد. إن شاء الله. أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم، شكرا على هيك المعلومات الحلوة اللي ولو باختصار قدرنا نعرف أهم الأمور عن ليوناردو دافنشي بمرور 500 سنة على وفاته. يعني شكرا لوجودك معنا اليوم يونس، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون. خلي لي إياك. ثانك يو. مشاهدينا قبل ما نتوقف لحظات مع بريك علينا خلينا نتابع سوا تقرير عن معرض الفنان التشكيلي أكوبيا. أول كتاب عم بعمله أنا، حطيت سنتين من حياتي، جمعت الصور اللوحات القديمة جبتهم تصورهم هاي ريزولوشن مش حي الله، بقى أخذ وقت كتير. بعدين في أرتيكلز كاتبين عني كتير بدي نقي منهم 40-42 تحطهم بالكتاب. هو طلع كتابين، من أول كتاب من الستينات ل 88، والتاني واحد من 99 ل يعني من التسعينات ل 2017. كل فوليوم 180 صفحة، بقى تقريبا حياتي بدك تقول. كل لوحة درج من حياتي كيف عم بعلق، إذا بقدر أفسرها. بيقدروا يقروا عني شو عامل انا، لان اكتريت الارتيكلز كاتبين مش انا كاتبهم، كاتبين عني، وانجليزي وفرنساوي بس، يعني عربي وارمني ما حطيت لانه وقتها بده يكون 4 كتب لازم كان. الشيء الجديد رح يشوفه هالمرة هو الورق يل هاند ميد بيبر. الهاند ميد بيبر أول اختراع عملوه قبل 2000 سنة الصين. أنا مش زايد شيء عليه، لهلا بعد بيعملوا الورق هيك، بياخذوا الكوتن، بياخذوا التكستايل مع بلانتس وبي بريس ذيم إن ذا ووتر، وبعدين بينشروه برا تا المي يتبخر. أنا عملت زيت الشيء، بس أنا الشيء اللي زدت عليه هو اللون. على هاند ميد بيبر ما حدا بيقدر يوقف اللون هارد ايدج، لانه شو ما حطيت لون بيمشي. انا الوحيد وقفتها وعطوني بكندا لانه عملت مش اختراع، يعني طورت الطريقه، عطوني برايس فيها اكسلانس، وسنه اشتغلت عطوني تحت المدرسه اوضه لانه لازم يتسكر اللوحه، بحطها الشغل كل الورق مع المي، المي بيتبخر وبيبقى الورق الهاند ميد بيبر. هو انا عندي enough painting to put in a museum. هلا هيدي اتس
part of what I have as artwork. قد مهم مشاهدينا يكون في نشاطات تحفيزيه للطلاب تحضيرا خاصه للشهادات الرسميه كانت متوسطه او غيرها. فاليوم بصيرنا استضيف معي باللقاء راؤول سعيد المدير التربوي لمدرسه الارز اللبنانيه الموجوده بمجمع الارز التربوي بمنطقه المنيه بطرابلس. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الخير، ميرسي كثير. يلا يعني اليوم بدنا نحكي عن رالي بيبر صار بمدينه المنيه. هذا رالي بيبر هو الاول من نوعه بلبنان من الناحيه الاكاديميه والترفيهية. نعم. يعني شملتوا الاثنين مع بعضهم. صحيح. بالبداية خبرني عن هرالي بيبر، شو الهدف من وراء وشو أبرز الأمور اللي صارت واللي ميزته عن غيره؟ تمام. أول شيء مرسي كتير لأصدفتنا وشكرا لك. اللي بدي أقوله أنه بلشت الفكرة أنه نحن كيف بدنا نحفز تلاميذنا ونجهزهم ونحمسهم ليدرسوا مظبوط، ليجهزوا حالهم للشهادة المتوسطة، شهادة البريفي اللي هي ب 12 حزيران قريبة جدا. بعد ما خلصوا دراسة وخلصوا تجهيز وتحضير، عملوا الفاينل اكزامز الامتحانات النهائية بالمدرسة ب 24/5. قررنا، طلعت الفكرة من المستشارة التربوية لمجمع الأرز التربوي دكتورة كوليت عون، يعني اقترحت أنه نعمل رالي بيبر نجمع فيه الأكتيفيتيز والمتعة والمعرفة مع الأكاديميكس والمعلومات اللي لازم الأولاد يكونوا اكتسبوها خلال السنة، لنتأكد أنه رح يقدروا يوظفوا هذه المعلومات بالوقت المناسب وبالمكان المناسب بالطريقة الصحيحة. لأنه مش دايما إذا الولد أخذ كل المعلومات أو أنت علمتيه إياهن معناتها هو اكتسبهن. فكان لابد من طريقة نتأكد منها أنه هالتلاميذ اكتسبوا هالمعلومات مظبوط وقادرين يوظفوها. من هون طلعت فكرة الرالي بيبر، وكانت حكينا مع حركة الشبيبة الأرثوذكسية بالمنية تيكون الإيفنت مشترك بيناتنا بالتعاون معهم. بلش تحضير قبل الرالي بيبر بشي شهر، بلشنا نحط الأسئلة اللي لازم تكون الأسئلة الأكاديمية اللي لازم تغطي المنهاج التربوي خلال السنة، اللي أكيد نحن بناخد التوصيف الجديد من مركز البحوث والإنماء اللي تابع لوزارة التربية، بناخد منه النماذج المطلوبة لهيدي السنة ومنقسمهم حسب المحطات اللي اخترناهم. كان في عدة أهداف للرالي، أولا نتأكد أنه هالتلاميذ أخذوا المعلومات، ثاني هدف أنه يكتشفوا مناطق أثرية قلب المنية اللي هي كانت 5 محطات بالمنية، وكمان ينموا روح الفريق ويكون في متعة ويختموا السنة بطريقة كان حلوة. مثل نوع من الاكزامان بلان، يعني هذا اللي بنعمله 100%. نحن لما بدنا نقدم على الشهادة ولكن بطريقة ناشطة وطريقة مختلفة فيها حماس أكثر. صحيح. فيها ترفيه أكثر ونقل المعلومات اللازمة اللي لازم يعرفوها كمان. قديه طالب اليوم من بعد ما قمتوا بهيك نشاط صار يقول لكم يا ريت كمان هذا السيستم أو هذا الموضوع بيكون موجود بالمنهج الدراسي، يعني مش كل الوقت بدنا نكون اكاديميين على طول الامور هيك بجديه اكثر، يمكن بعض الترفيه بالدراسه او بالامور يلي عم يتلقاها الطالب بالمدرسه بتساعده اكثر كمان حتى تنحفر المعلومه براسه. صحيح. اللي بدي اقوله انه اكيد الدراسات اثبتت انه اكثر وقت بيتعلم فيه التلميذ هو لما يكون سعيد ومبسوط. لما يكون التلميذ مبسوط بيتعلم بسرعه اكبر. فعاده بيكون الامور الترفيهيه والرحل مختلفه عن الامور الاكاديميه. صحيح. والتحصيل العلمي، ولكن اول مره بيندمجوا مع بعض بطريقه كثير حلوه وبطريقه متناسقه. يعني بكل محطه، خلينا نقول بلشت الرالي بالمدرسة تقسموا لفرق التلاميذ حسب الليفلز تبعولهم. يعني ما حطينا كل الشاطرين بنفس الفريق وكل الوسط بنفس الفريق، قسمناهم كلهم بحسب الفروقات الفردية واستلموا الغاز، خلينا نقول يعني كودز ليقدر يوصلوا للمحطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ذكرت من شوي كان في 5 محطات. نعم. شاركوا فيها الطلاب بالرالي، 5 محطات أثرية موجودة بالمنية. نعم. خلينا نعددهم على السريع لو سمحت. هلأ هي المحطات ما كانت معروفة للتلاميذ بالأول، كانت كلها بخلال بازل وألعاب. نعم. وإيش بدهم يكتشفوها. أول محطة كانت هي بلدية المنية. وبنفس الوقت كان فريق تاني بيروح على محطة تانية وبيعمل روتيشن على 5. فنحن بيتأكدوا أنه مرقوا على
خمس محطات. المحطة الثانية كانت برج اليهودية اللي هو فيه بيوت عثمانية قديمة بعد أثار موجودة لهلا. المحطة الثالثة كانت عين البرج. المحطة الثانية عين البرج وبرج اليهودية. لا برج اليهودية اللي فيها البيوت العثمانية القديمة. برج اليهودية فيها بيوت عثمانية. أما عين البرج هي المدرسة العثمانية القديمة. نعم. كان في مدرسة عثمانية قديمة بالمنية كبيرة مشهورة جدا وكتير انبسطوا التلاميذ لما تعرفوا عليها. كمان كان عندنا كنيسة مار جورجس هي من الأقدم الكنائس الموجودة بلبنان، يمكن بيعود إنشائها لسنة 1857، موجودة كمان بمنطقة المنية. وكمان اخترنا منطقة جديدة اللي هي بأعلى قمة بجبل تربل موجود بالشمال، اسمه الميرادور الاستثمار. كان يعني جديد، فتح أفاق كتير كبيرة، فتح فرص عمل كتير كبيرة للمنطقة. سو كمان اخترنا يكون واحد من المحطات اللي التلاميذ حيتعرف عليها. بنفس الوقت كان التلاميذ معهم سيارات، معهم درايفرز، معهم يخدون على المناطق يكتشفوا المنطقة. وهنيك كانوا الانيميترز تبعون لحركة الشبيبة الأرثوذكسية جاهزين بكتير ألعاب وألغاز. بما أنك ذكرت حركة الشبيبة الأرثوذكسية، خليني أذكر أنه هذا النشاط كان بالتعاون مع حركة الشبيبة الأرثوذكسية. أكيد بالتعاون معهم، لأنه هذا التعاون كتير أثبت نجاح وتبادل خبرات. وحتى من الأهداف اللي كانت موجودة هي كمان التعايش. نحن نعرف أنه منطقة المنية فيها كل الطوائف وفيها كل يعني الطوائف موجودة، سو كان في تعايش بيناتهم. خلينا نحكي عن تقسيم الطلاب ضمن فرق، كيف تم تقسيمهم وكل فريق كان مؤلف من كم طالب؟ نعم، هلأ الفرقة تقسمت بين، أول شيء نحن في عنا فريق كان بس إنجليزي لأنه نحن عنا منهجين بالمدرسة، واحد إنجليش بيور وواحد فرنش. بمدرسة الإنجليش كان في فريق بيتألف من 6 أشخاص. نعم. وبمدرسة الفرنسي كان في 4 فرق، كل فريق 6 أو 7. تقسموا بحسب القدرات المختلفة تبعيتهم، بحسب السكيلز المهارات الموجودة عندهم، وبحسب التحصيل الأكاديمي اللي حصلوا عليه خلال السنة. بعد ما تقسمت الفرق كل فريق اختار اسم لفريقه ونعمل لوجو خاص فيه مع الكاسكات والتيشيرت تبعيته. حضرتوا لهم؟ أكيد طبعا، يعني ما بعرف إذا بيقطع صور معنا هلا في برق صور نحن عم نحكي. تمام. كتير كان في حماس وكل فريق كان معه سيارة فور ويلز لحتى تكون بخدمته بوقت الإيفنت. سيارة مجهزة تخدم الطلاب؟ أكيد طبعاً طبعاً. كرمال شو؟ كرمال تخدهم على اللوكيشن طبعاً، لأنه إحنا مش قايلين لهم وين اللوكيشن. أوكي. استعملوا جوجل ماب، استعملوا رموز، استعملوا كودز معينة، يعني حتى التكنولوجيا كانت موجودة 100% 100% لحتى يوظف الواحد معلوماته كلها. يعني مثلاً في خريطة للجغرافيا، بدل ما نحن نحفظهم إياها ونقول لهم هون الشمال وهون الجنوب، لا، ساعات الخريطة كانت بإيده ليستعملها يعرف يقرأ الخريطة 100% يعرف يقرأ الخريطة. وهيدا من الأهداف المهمة بالشهادة، يعني تحليل المستند وتحليل الخريطة وهيك. فكانت على الأرض يعني in action عم بيشوفوا بالضبط كيف بيقدروا يستعملوا هذه المعلومات. كان نشاط، كان الأهل كمان موجودين، الأهل مركبين فعلا بامتياز، يعني ولكن غالي بيبر أكاديمية ترفيه. أي الأهل كانوا مركبين نشاط تلاميذهم ولادهم، لأنه نحن كنا عاملين إعلان عن الرالي بيبر من قبل كام يوم، والكل كان متابع وعم بحمس الفريق تبعه لحتى يربح. كثير كان التنافس قوي. اللي فاجأني أنا الديسكشن اللي صار خلال المحطة. نحن زرناهم كأكيب إداري، أنا والمديرة العامة للمجمع الأرز التربوي مدام صفا درباس، والمستشارة التربوية دكتور كولات عون، ورئيسة قسم الفرنسي مدام روبا طبيخ، ورئيس قسم الإنجليزي أستاذ رواد هواش. كلنا عملنا تور على التلاميذ خلال المحطة. ايه. بقلب المحطة مثلا الديسكشن اللي صار بين التلاميذ كان ديسكشن عالي المستوى، يعني ما كتبوا اشي حافظينه. كان في تحليل، كان في منطق، كان في ديبيت، كان في نقاش، كان في اقناع انه لا هيدا السؤال هيك جوابه مش مثل ما انتم عم بتقولوا، خلينا نجرب هيك. يعني بوقت، وطبعا نحن محددين الوقت معين بكل ستيشن وكل المواد موجوده، يعني كل
الماتيار الموجوده بالشهاده نعم. كل السبجكتس موجودين، يعني مثلا ماث وفيزيكس وانجلش وفرنش وعربي وتاريخ وجغرافيا، كله في له اسئله. الفريق اللي بقول لك انه الفريق اللي قدر يحصل علامات اعلى هو الفريق اللي نظم نفسه، كان في روح فريق، كان في ليدر، كان في حدا يحلل المسابقه بماده معينه، حدا يشيك وراه، حدا يتاكد انه الاجابات مضبوطه، حدا يعير الوقت. نعم. كثير كان في تجانس بالفرق اللي ربحت. هذا المهم انه الواحد كمان يلتزم بالوقت. صح. خاصه بكره بالشهاده الرسميه كمان في وقت معين الواحد لازم يلتزم فيه. صحيح. تيقدم المسابقه تبعه. واهم شيء الروح الرياضيه يتحلل فيها الواحد، يعني اللي الاول بالصف ما يزعل اذا خسر، لانه هيدي منافسه كمان بنفس الوقت بتبين قدرات الشخص وبتعلمه كمان انه بالمستقبل يكون في فريق متكامل يشتغلوا كلهم ايد واحده تحت يوصلوا لنتيجه واحده. 100%. خلينا نشوف سوا الفيديو تبع رالي كيبر ونرجع نتابع. يعني قديه الحماس يلي شفناه بالفيديو. أيه. موجود بين الطلاب، وفعلا هذا الشيء يمكن اللي بيحفز الطالب اكثر واكثر حتى يتحمس انه الدرس منه قصاص، الدرس. صح. هو وسيله حتى بالحاجات بكره نقدر نوصل للهدف اللي نحن رسمينه قدامنا. فيمكن لو نحن كمان بايامنا كان في مين عم بيهتم فينا بهذه الطريقه، او كان في مين عم بدلنا على الطريق الصحيح بطريقه ترفيهيه واكاديميه، كمان كنا وصلنا للطريق الاصح بالحياه. صحيح. الحماس اللي كان موجود كان حماس كثير كبير. نعم. يعني التلاميذ كانوا مبسوطين كثير، محمسين كثير، اخذين الموضوع كثير جدي، فايتين تيربحوا، فايتين تا لازم هن يتصدروا الليستا، يتصدروا اللائحه. نعم. فكانوا كثير مبسوطين وكثير عم يتعاونوا، وحتى بدي اقول انه بعض التلاميذ ما كانوا على وفاق تام خلال السنه. بهيدي الاكتيفيتي تصالحوا مع بعضهم، قالوا انه نحن بدنا نحط خلافاتنا على جنب، بدنا نتعاون مع بعض لننجح هيدا الفريق. ما تتخيل قديش كميه الاهداف اللي تحققت من خلال هيدي الكومبيتيشن. صاروا اصحاب من بعض. صاروا اصحاب من بعضها لانه كمان ربحوا من الفريق. لا. اللي ربح مين الفريق اللي ربح؟ هلا اللي ربح هو فريق الانجلش تيم اللي هو وي ليد ذي فولو. هيدا الفريق تصدر المجموعات، وبعدين كان في فريقين ورا. الفارق كان كثير بسيط، يعني العلامات كانت كثير متقاربه. اكاديميا اغلبهم سجلوا الهايست ريكورد، وتاكدنا قديش تلاميذنا كانوا جاهزين ومراجعين ودارسين ومجهزين حالهم للشهاده. فرقت علاماتهم شوي بالمهارات الرياضيه والتنافسيه والالعاب اللي صارت،
والدقه بالوقت. نعم. هون صار في شويه فروقات بالوقت. على حال بدي اقول انا مبروك من هلا لكل الطلاب. طبعا بعرف انه الهدف الاساسي هو النجاح اللي حاطينه قدامهم، يدرسوا منيح، يراجعوا الدرس تبعهم مثل ما اساتذتهم طالبين منهم، يلتزموا باللي عم بيقولوا اياه لانه هن كمان بدهم مصلحتهم وما ينسوا كلام اهلهم كمان، هيدا لانه عم بيتابعونا بعرف كثير منيح، وقد الاهل بيكونوا كمان خيفانين على اولادهم لانه هيدي مرحله من خلالها مرحله انتقاليه. صح. واستحقاق. صح. على اساسه يا طالب بكفي يا بيتحول طريقته بالتعليم. نعم. اهلا وسهلا فيك راؤول سعيد المدير التربوي لمدرسه الارز اللبنانيه والموجوده بمجمع الارز التربوي بالمنيا، كل توفيق لكم ولطلابكم. طبعا بعرف قد ايه عم تعطوا من ذاتكم كرمال حتى هن يوصلوا، وبدي اقول لهم كمان لانه اليوم عم بيتابعونا يسمعوا كلامكم ويحافظوا على اللي عم تعطوني، لانه الاستاذ كمان بيوم من الايام كان تلميذ وبيعرف التلميذ والطالب شو بده. اهلا وسهلا. وانا بدوري بدي اتمنى النجاح لكل تلاميذ الشهادات المتوسطه وشهادات البكالوريا كمان. طبعا ميرسي كثير. يا هلا يا هلا. مشاهدينا وصلنا لختام لقائنا الصباحي نحن وياكم، طبعا بدي اتمنى للكل بقيه نهار ممتع، نحن بنرجع بنشوفكم اذا قررت بكره بحلقه جديده من احلى صباح. من هلا لوقت تضلوا بخير.